بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء على قناة سبورت ناظور، نجدد بكم الترحاب في مباراة الهلال الرياضي الناظوري وضيفه عمل بالقصيري برسم الجولة 23 من بطولة القسم الأول هواة. المباراة التي ستنطلق بعد لحظات هنا بالملعب البلدي بالناظور، حضور طبعا جماهيري قليل 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 جدا، يعني كيحضر هذا الجمهور هذا يعني ما يطرح اكثر من علامه استفهام عن غياب الجماهير الهلاليه والجماهير الناظوريه طبعا عن الحضور لمسانده فريق الهلال الرياضي الناظوري. طبعا سؤال وعلامه استفهام، الاجابه لكم جماهيرنا ومتابعينا الاعزاء على قناه سبورت ناظور. يتواجد معي هنا طبعا التعليق والتحليل يعني مجريات هذه المباراة محمد الوردي، وايضا الوردي عفوا، وايضا يتواجد معنا محمد البشيري في التصوير، وايضا حضور ايضا السعدي السلمي يرافقنا ايضا لتحليل هذه المواجهه، طبعا المواجهه المهمه عن اسفل الترتيب. فهلال الناظور يعني باقي داخل في حسابات صعود والهبوط، يعني نتيجه يعني ما يعني البطوله لا زالت يعني مستمره، يعني رغم ان الجو هنا بالملعب البلدي يعني كيخلينا اننا نحسوا كان البطوله يعني وكان المباراه وديه وكان البطوله انتهت، لا يعني على يعني لا باقي باقي هناك حسابات، باقي هناك يعني مباريات مهمه ستلعب هنا بالملعب البلدي بالناظور. ايضا من المباريات المهمه لهذا اليوم هناك مباراه الوفاء الرياضي للدريوش اللي غيلعب مع نسمه ستاتية عن مقدمة الترتيب، طبعا مباراة مهمة لوفاء الدريوش للانتصار في هذه المباراة، يعني يعني اللعب على يعني على كل الحظوظ ديالهم فيما تبقى من البطولة لتحقيق الصعود. ايضا اجاكس طنجة يستضيف جمعية الشباب البيضاوي. طبعا الكل يعلم يعني ترتيب البطولة، بطولة شطر الشمال، أجاكس طنجة متقد دائما في الصدارة ب 45 نقطة، جمعية قدس تازة في الصف الثاني ب 44 نقطة، وفاء الدريوش في الرتبة الثالثة 42 نقطة، اتحاد أبي الجعد في الرتبة الرابعة بحدو 40 نقطة، تكوين مهني 38 نقطة، يعني هلال ناظور 33 نقطة في الرتبة السادسة، في حين عمل بالقصيري يحتل الرتبة الثامنة ب 29 نقطة، يعني لا الهلال ولا يعني بالقصيري يعني يعني الحظوظ ديالهم في البقاء تقريبا 95%، يعني ربما هلال ناظور في هذه المواجهة، يعني هو الهلال ناظور على بعد 13 نقطة من آخر يعني صاحب الرتبة 15، يعني هناك فرق أربع مباريات وباقي باقي يعني كاين حسابات، يعني ربما حتى الدورة 26 يعني سيدخل هلال ناظور في الحسابات الرسمية وغيضمن البقاء ديالو الرسمي. إذا مباراة يعني مباراة لهلال الرياضي الناظوري تعطي الفرصة للاعبين أنهم يلعبوا في أريحية، ويعني نقدروا نقولوا أن الهلال غيبدأ في تكوين فريق تنافسي للموسم المقبل من الآن. إذا متابعينا الأعزاء دخول الفريقين دخول اللاعبين لأرضية الملعب، دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب عمل بالقصيري. طبعا مباراة الذهاب انتهت بتفوق فريق الهلال الرياضي الناظوري. إذا المقابلة ستنطلق بعد قليل أمام مدرجة شبه فارغة. طبعا حضور يعني المجموعه من المحبين، يعني استغرب كما قلت
يعني غياب حتى في اللايف يعني حتى في اللايف يعني كنشوفوا يعني ارقام كنا ننتظر طبعا الهلال هذه المباراة طبعا اللي كيحضرها رئيس فريق الهلال الرياضي الناظوري السيد عبد الرحيم هربال إلى جانب باقي أعضاء المكتب مصطفى اليمني ومحمد العبادي أيضا محمد الوردي وأيضا كيتواجد طبعا صديق فريد أجواء وطبعا جماهير يعني قليلة يعني محسوبة يعني على أيادي يعني على أصابع الأيدي في انتظار طبعا التحاق الجماهير ربما التزامات ديالها يعني في العمل يعني في الساعة الرابعة طبعا اللي كيخرجوا الناس من الخدمة ربما غادي يلتحقوا الجماهير في الجولة الثانية. إذا قبل انطلاق المباراة متابعينا الأعزاء نشوفوا التشكيلة ديال الفريقين. نبداو بفريق هلال ناظور صاحب الأرض والجمهور، حراسة المرمى يوسف بوحو، بقية اللاعبين إبراهيم المليحي، أيوب الوفدي، خيسوس، رشيد القرناوي، صلاح الدين الحسيني، الظاهر أيوب ياسين جعداوي، يوسف الهواجي، عماد الداعلي وأجندوز كقلب هجوم. بالنسبة للتشكيلة الاحتياطية محسن بن قوضاد كحارس ثاني، حمزة كولي أيضا كحارس ثالث، محمد بوحموم، أيت المدني، سفيان الطاهري أحمد مرشوح. بالنسبة للمدرب فهو سيد بن عيسى الصامبا. بالنسبة لفريق الضيف فريق عمل بلقصيري فهو كيدخل بالتشكيلة التالية، في حراسة المرمى حاتم البقالي، بقية اللاعبين أيوب بومعزة، زهير الدحماني، محمد تومي، محمد حجيوي، حمزة شبا، ديارة با، عمر عباسي، محمد المدني، سفيان الفلالي، ياسين فخار، المدرب محمد القرقوري. بالنسبة للطاقم التحكيم اللي غيقود هذه المقابلة، حكم الساحة ياسين بكاري، المساعد الأول محمد وديع، مساعد الثاني محمد مزيان، عن عصبة بن ملال خنيفرة. بالنسبة لمندوب المقابلة فهو سمين حساني عن عصبة الشرق لكرة القدم. كما كتشوفوا اللاعبين في كياخذوا صور تذكارية لهذه المواجهة. سي محمد الوردي يعني غياب الحماس هنا اليوم بالملعب البلدي بالناظور راجع ربما لعدة أسباب، يعني أنت ربما أدرى بهذه الأسباب طبعا توضحها للجماهير اللي كتابعنا على هذا المباشر. بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الكرام، شكرا زميلي محمد بن عمار. إذا هي مباراة ربما كما قلت يغيب عنها الحماس، حماس الجماهيري، ولكن يوجد العديد من الأسباب. أولا أن الهلال لم يعد يعني يلعب على الصعود، أصبح بعيدا جدا عن الصعود طبقا للنتائج الأخيرة، وأيضا بسبب توقيت المباراة التي تجرى يوم الأربعاء، وكما نعلم يعني العديد من التوقيت صعب على العديد من الجماهير، ولكن كاين حضور لا بأس به، نتمنى يكون شوية التشجيعات. أيضا غياب أهم ركيزة كان كيعتمد عليها الهلال في بداية الموسم وهي يلتخى في زاين الفصيل المشجع للهلال الرياضي الناظوري، أيضا هو يعني خلى بلاصة ديالو، خلى الحماس، وخلى أي واحد هنايا في الملعب الصوت ديالو كيولي مسموع، يعني أي واحد يدوي هنايا صافي الصوت كيتسمع في الملعب كامل بسبب غياب الفصيل المشجع، كان عنده تأثير أيضا. ولكن نتمناو الهلال تقدم نتائج إيجابية في هذه المباراة والمباريات القادمة المتبقية، والاستعداد بشكل جيد إن شاء الله للموسم المقبل. صحيح محمد الوضي. أيضا يتواجد معنا سيد عادل السلامي ليرافقنا في التعليق والتحليل لهذه المواجهة. غياب الجماهير عادل السلامي وجو يعني استرخاء هنا بالملعب البلدي بالناظور، يعني ربما أجواء العيد صديقي محمد بن عمار ما زلت تخيم على الملعب البلدي بالناظور.
مجموعة من الجماهير قد سفارات أو يعني في عطلة الآن، يعني مجموعة من الأشياء التي تتحكم اليوم في عدم الحضور، ربما حتى وصلت الأسبوع صديقي محمد بن عمار تتحكم في عدم الحضور الجماهيري، ولكن هي مباراة تحصيل حاصل فقط. يعني الآن هي للنظر خارج من مسابقة أو من صراع الصعود هذا الموسم، في حين أن الفريق عمل بالقصيري وبدوره، يعلم جيدا على أن هلال الناظور لن يكون لغمة سائغة، رغم يعني أن المباراة هي تحصيل حاصل، في حين ننتظر أن نرى مشهد جديد لهلال الناظور للاستعداد ربما للموسم المقبل، من أجل أخذ ربما بعض اللاعبين الذين سيكونون رفقة الفريق العام القادم، ربما حتى الجهاز الفني يكون قد وضع عيونه على بعض اللاعبين الذين سيكون ضمن الفريق هذا الموسم. وهناك بطبيعة الحال غادي يكون مجموعة من اللاعبين المغادرين لفريق هلال الناظور يعني لأسباب كثيرة، ربما يعني العارضة الفنية لهلال الناظور تشهد تواجد يعني ابن الفريق نجيم بجامة، اللي عنده تجربة كبيرة في الميدان التدريبي، كانت البداية رفقة فريق فتح الناظور اللي حقق معه مجموعة من النتائج الإيجابية قبل سنوات مضت، والآن يعني رفقة كذلك شباب بني بوغفر اللي أدى معه جيدا. ربما أن نجيم بن أبجمة من الأسماء التي ستكون حاضرة في العارضة الفنية لفريق هلال الناظور الموسم المقبل. عودة إليك زميلي محمد بن عمار. شكرا عديل السلامي. ربما التأخر عن انطلاق المواجهة في الوقت المحدد لها وهو يعني الرابعة، ربما يعني مشكل في الشباك، شباك المرمى اللي كنشوفوا ان يعني السيد محمد يعني الصاهر على الملعب البلدي بالناظور، بالاضافه بمساعده طبعا قاده كيحاولوا طبعا يعني اصلاح ما يمكن اصلاحه. يعني ربما الحكم شاف هناك ما يعاب في الشبكتين، ماشي يعني الشبكه وحده، الشبكتين وتقريبا كنقتربوا من 4 و5 دقائق وباقي الماتش ما تعطاتش الانطلاقه ديالو الرسميه من طرف الحكم ياسين ابكاري. نذكر الزميل محمد بن عمر ان الهلال يتواجد في المركز السادس ب 33 نقطة من 10 مباريات، فاز بها الهلال و3 تعادلات و9 هزائم، بينما فريق عمل بالقصيري ليس بعيدا في الترتيب عن الهلال، تواجد في المركز الثامن ب 8 مباريات تفوق فيها و5 تعادلات و9 هزائم ايضا ب 29 نقطة. يعني الهلال 33 وعمل بالقصيري 29 نقطة، 4 نقاط بين الفريقين، يعني مباراة ديال وسط الترتيب. الفريقين نلاحظ ان الحكم سيعلن على نهايه بدايه المباراه، انتظار الصفيره. بالفعل حكم المباراه يعلن عن بدايتها. صحيح محمد الوردي تعطات الانطلاقه ديال مقابله بسيطه الحكم ياسين بكاري، كره هلاليه خرجت 5 متر و50 ليوسف بوحو، أول كرة لفريق الهلال الرياضي النظري يوسف بوحو، غيلعبها مع رشيد قرناوي، رشيد القرناوي واش غيعمر بالكرة مع صلاح الدين الحسيني، كيطلب الكرة كيلعبها مع بوحو، كينقلها بسرعة للحسيني، الحسيني واش غيعمر بالكرة كيرفع كرة طويلة في اتجاه الهواجي أو لاعب الدعلي، ضربات الكرة في الدعلي وخرجات تماس لصالح فريق عمل بالقصيري، لعبات الكرة بسرعة لاعبي فريق عمل بالقصيري ايوب بومعزه، غيمشي بالكره لوسط الميدان للاعب عمر عباسي، كينقل الكره لمحمد المدني، في الجهه اليمنى، ديارة العباسي، وديارة، ترجعات الكره لزهير الدحماني، بومعزه، كيرفع كرة طويلة في الجهة اليمنى خطيرة، تدخل أيوب الوفدي، صلاح يبعد الكرة، كيلعبها مع لاعب أيوب الظهير، كينقلها للمالحي، التمريرة للمالحي، الملحي شغيعملوا بالكرة، الملحي محافظ الكرة ديالو كيسترجعها، كيلعب كتمشي الكرة لفريق الرياضي الناظوري، جعدوه في وسط الميدان، مشات كرة خطيرة لكن ربما بعيدة، عن الملحي، خروج الحارس يعني الحارس اللي تمكن من الكرة ديالو، خلاها تخرج تماس لصالح فريق عمل
بالقصيري. بالفعل زميلي محمد بن عمار، يعني نتذكر نتيجة الذهاب بين الفريقين انتهت بهدفين لواحد لفائدة فريق هلال الناظور بملعب عمل بالقصيري بمدينة بالقصيري، وهذا هجوم خطير من الهلال من الجهة اليسرى. الدعلي يتمكن من الكرة، ماذا سيفعل الدعلي؟ هل يبررها خيسوس؟ لا، ترجع الكرة إلى الوفدي، الوفدي يعيد الكرة وسط الميدان إلى الزاهرة، الظاهر راحل وسط المرمى، تعود الكرة إلى بوحو، بوحو يعيد الكرة إلى وسط دفاع الهلال، خيسوس مانسوغو وسط الميدان. كما قلت مباراة الذهاب انتهت ب 2-1 لفائدة الهلال. هجوم من الهواج على الجهة اليمنى، الهواج ماذا سيفعل؟ هل يراوغم يمرر يتحصل على أو لا؟ الكرة لم تخرج، لازلت وسط الميدان لفائدة فريق عمل بن القصيري. مشات الكرة فريق عمل بن القصيري بواسطة لاعب عمر عباسي في وسط الميدان. عمر عباسي كينقل الكرة في الجهة اليمنى، تدخل أيوب الوفدي، هناك انذار شفوي لأيوب الوفدي بعد التدخل ديالو على محمد المدني. إذا زميلي محمد بن عمار، أيضا نذكر أن الهلال الناظور وعمل بن القصيري سبق وأن التقيا في القسم الممتاز. لاعب الهلال الرياضي الناظور في القسم الممتاز سنة أعتقد 86 مع عمل بن القصيري، وأعتقد أن الهلال فاز ذهابا وإيابا على الفريق في القسم الوطني الأول سنة 1986. مشات الكرة لديارة في وسط الميدان، كيرجع بالكرة بومعزة، بومعزة التمريرة طويلة في العمق في اتجاه اللاعب الوفدي، كيقطع الوفدي دائما الكرة لفريق عمل بن القصيري، التمريرة ديال اللاعب سفيان فيلالي ما وصلتش، تسترجع لاعبي فريق الهلال الرياضي الناظوري. مشات الكرة لمن؟ محمد حجيوي، محمد حجيوي في الجهة اليمنى كيلعب كرة طويلة داخل المعترك، كيقطع صلاح الدين الحسيني كيلعب مع أيوب الظهير، أيوب الظهير، أيوب الظهير مع أيوب الوفدي، لعبها كرة طويلة الدعلي، الدعلي مشى في الجهة اليسرى، أيوب الدعلي شغل من غيرها، والدعلي، الدعلي مشى تقدم بالكرة توغل الدعلي، التمريرة لداخل المعترك في يد الحارس حاتم البقالي. كرة ديال الدعلي كانت هجمة سريعة لفريق الهلال الرياضي الناظوري. مشات الكرة وكأنها يعني مباراة شكلية، مشات الكرة زهير الدحماني، زهير الدحماني في الجهة اليمنى، زهير الدحماني مع الفيلالي أو اللاعب ياسين فخار. مشات زهير الدحماني، زهير الدحماني مع بومعزة، بومعزة مشى بالكرة ديالو كيتقدم بالكرة بومعزة، غيلعبها مع الفيلالي، فيلالي مشات بعيدة 5.50 ضربة مرمى لصالح فريق هلال الناظور يوسف بوحو. بالفعل ضربة مرمى لصالح يوسف بوحو حارس مرمى الهلال الرياضي الناظوري، يعطي الكرة للحسين على الجهة اليسرى، الحسين يعيدها إلى القرناوي، القرناوي والحسين ثنائي دفاع قلب دفاع الهلال منذ موسمين. تعود الكرة إلى أيوب الظاهر، أيوب الظاهر يمرر في اتجاه الهواج لكن لم يتمكن من الكرة، تعود لصالح فريق عمل بن القصيري. ديارة، ديارة مشى بالكرة، محمد ديارة قطعها صلاح الدين الحسيني، مشات الكرة الخيسوس، خيسوس مع الظاهر، الظاهر الوفدي، التمريرة في العمق ما وصلتش، الدعلي قطعها اللاعب زهير الدحماني، زهير الدحماني كيلعب كرة طويلة في الجهة اليمنى عند اللاعب ياسين فخار، ياسين فخار مراوغة داخل المعترك خطيرة أو لاعب محمد المدني. تعود الكرة للوفد من الجهة اليسرى، الظهير ليس للهلال، يبدو أن هناك إصابة تعرض لها اللاعب أيوب الظاهر. نعم هناك سقوط أيوب الظاهر للإصابة بعد الاصطدام ديالو مع اللاعب محمد المدني. سلامات للاعب أيوب الظاهر والعودة لاستكمال دقائق المباراة. الظهير يكمل المباراة في انتظار حكم الشرط، أيضا يعود بعد أن كرة تعود للظهير الأخ ماغنوم، ياسين الجعداوي إلى الظهير، الظهير إلى الحسيني، الحسيني تمريرة أمامية في العمق إلى الدعلي أو أجندوز، أجندوز يفقد الكرة، قطعها زهير الدحماني، مشات الكرة في وسط الميدان، ديارة،
ديارة ممتاز لعب ديارة في صفوف فريق عمر بن القصيري فوت ضد الميدان. هناك محاولة مرتدة والحكم كيرجع الخطأ، خطأ اللاعب ياسين فخار في وسط الميدان. يعني أبرز عنصر، أخطر عنصر في فريق عمر بن القصيري اللاعب محمد المدني، الجناح الأيمن لفريق عمل بن القصيري. المدني كيرفع كرة طويلة في اتجاه الفيلالي، الفيلالي كيدخل المليحي كيلعب الكرة مع اللاعب يوسف بوحو، ينقلها لصلاح الدين الحسيني. صلاح الدين الحسيني غيرجع للوسط للظهير ايوب، ايوب الحسيني التمريرات قصيرة بين لاعب فريق الرياضي النضري خصوصا في وسط الميدان، غيرجع للحسيني، الحسيني لبوحو. يعني اللاعبي فريق الرياضي النضري كيحاولوا انهم يبنيوا هجمات من الخط الخلفي للدفاع الظهير، لعبها مع الحسيني، الحسيني تقدم بالكرة، الظهير طلب الكرة في العمق، تمرات لعبة اتجاه اللاعب الداعلي الداعلي الداعلي، خروج الحارس حتيم البقالي، حتيم البقالي حارس مرمى عمل بن القصيري، يلعب الكرة بكل هدوء مع اللاعب زهير الدحماني، زهير الدحماني، زهير الدحماني كيغير الاتجاه، بومعزة، بومعزة في الجهة اليسرى، بومعزة تقدم بالكرة، بومعزة محمد تومي كيطلب الكرة على فضل زهير الدحماني، زهير الدحماني، المدني، المدني كيطلب الكرة، محمد أو اللاعب محمد المدني كيطلب الكرة، ضاعت للمدني، مشات لأيوب الوفدي، هناك خطأ، هناك خطأ لصالح الهلال الرياضي النظري بعد التدخل في حق لاعب أيوب الوفدي، أول بطاقة صفراء في صفوف فريق عمل بن القصيري. نستغل هذا التوقف زميلي احمد بن العمار للتذكير بالترتيب الحالي، اجاكس طنجة في المركز الاول ب 45 نقطة، وفاء الدريوش يعني هذا الترتيب قبل اجراء مباريات هذه الدورة، وفاء الدريوش في المركز الثاني 42 نقطة، القدس الرياضي التازي 41 نقطة، الان اصبحت يعني 43 نقطة بعد او 44 نقطة بعد الفوز امس، الاتحاد الرياضي لبجعد 41، جمعية التكوين المهني 38، الهلال الرياضي النضري 33، دفاع خمرية المركز السابع 33 نقطة، وعمل بن القصيري 29 نقطة. يعني كما نلاحظ ايضا في المراكز المتأخرة 15 و16 يتواجد كل من نهضة القارة خطيرة للهلال ولكن ركنية، وقلت نهضة القارة وشباب مريرت ب 19 و9 نقاط. صحيح محمد، يعني مباراة الهلال طبعا وعمل بن القصيري، يعني هناك بعض الناس يعني بعض الجماهير كتظن انها مباراة شكلية، بل على العكس داخلة في الحسابات الهبوط والنزول، يعني باقي البطولة ما تسالاتش، باقي هناك حسابات، باقي هناك 8 مباريات في البطولة، وباقي هناك منافسة وكرة لفريق عمر بن القصيري اصطدمت بالحكم، الحكم كيرجع الكرة لفريق عمر بن القصيري. إذا كما قلت كانت هناك أولى بطاقات الصفراء للاعب عمر عباسي من صفوف فريق عمل بن القصيري. كما نلاحظ أيضا زميلي محمد بن عمار بداية توافد الجماهير إلى الملعب البلدي وبداية يعني التشجيعات من هنا وهناك، أنا نتمنى أن تعود جماهير الهلال إلى الملعب أو العلبة الكبريت البلدية للناظور. صحيح، هناك يعني مطالبة يعني بملعب يليق بمدينة الناظور، عندما نتحدث عن مدينة الناظور فنتحدث عن ملعب بلدي، يعني ملعب جماعي لجماعة الناظور، ولا نتحدث عن مركب الرياضي لاحتضان مونديال او اي تظاهرة اخرى، يعني نتحدث عن ملعب الذي سيحتضن مباريات الاندية التابعة لجماعة الناظور. يعني هناك يعني مطالب وهناك حديث وهناك نقاش طبعا منذ سنوات، محاولة لفريق عمل بن القصيري كيدخل رشيد القرناوي أمام كرة اللاعب محمد تومي يبعدها إلى التماس، دائما تماس لفريق العمل بن القصيري، محمد التومي في الجهة اليسرى غيلعب الكرة، محمد التومي، محمد تومي محافظ على الكرة ديالو، مشات الفيلالي، الفيلالي، الفيلالي ما يتمكنش من الكرة، استرجع الهواجي يبعد الكرة، الهواجي لتماس، تماس دائما لفريق عمل بن القصيري،
تلعبات الكره بومعزه مشات الكره في وسط الميدان. عباسي اللاعب زهير الدحماني غيرجع العباسي محاصر مع تجاوز جوج لاعبين بطريقه جميله. محمد عباسي كيلعب الكره التوما او تومي كيدخل القرناوي وبعيد الكره. كره في وسط الميدان لصالح فريق الهلال الرياضي الناظوري عند الجعداوي ياسين. جعداوي ياسين كيلعب كره مع هواجي جوج مع جوج او ثلاثه مع جوج. هجمه مرتده لفريق الهلال الرياضي الناظوري. هواجي اش غيعمل؟ تمريره الخيسوس ضاعت الخيسوس. ترجع ديارة استرجع الكره. ديارة في وسط الميدان. هجمه لفريق بوسيتة. حمزه مجاب الكره مع الجعداوي. حمزه مازال محافظ على الكره ديالو. حمزه كيتوغل التمريره داخل خارج المعترك ماشي داخل المعترك. رجعت الكره لتومي ديارة. خرجوا بالكره لاعبي فريق عمل بالقصير. التمريره طويله في اتجاه الفيلالي في هذا الحارس او محمد المدني في هذا الحارس يوسف بوح. تعود الكره من الجهه اليسرى الى الوفدي ايوب. الوفدي الى الدعلي ماذا سيفعل؟ يمرر الى الوفدي. ثنائيه بين الوفدي والدعلي جميله. تيكي تاكا هلاليه. هجوم خطير ولكن حارس المرمى ينقذ الموقف في اخر اللحظات. تعود الكره لا تزال هلاليه ولكن هناك تسلل يعلنها عنه حكم الشرط. نعم الزميل الوردي يعني صراحه عندما يعني الكل يتحدث عن ملعب بلدي اكيد يعني في سبورت نادور يعني في التاسيس ديالها يعني في سنوات 2008 وهي تتحدث عن الملعب البلدي ونظت واحد الضجه يعني في ديك المرحله هذيك ويعني وتم يعني صحاب لينا انه الملعب غيتصلح ولكن الاصلاح يعني اللي دار لي في ديك المرحله اللي نضلنا عليه جميعا في ديك المرحله ان اصلاح الملعب البلدي يعني بعد ما كان يسيء لسمعه كره القدم بالنظر ولكن تشمتنا في ذاك الاصلاح. يعني انا اعتقد في ذاك الوقت كنا نظن ان الملعب لكن تشمتنا في الاصلاح انه يعني تحيد المدرج المقابل لينا اللي كنشوفه في الصوره اليوم حايط. يعني في ذاك الاصلاح هذاك تما مشى الملعب البلدي بالفعل كان اصلاح عكسي. نعم عكس ما كنا ننتظر. كانت هناك حلول ولكن ربما الرغبه في بيع محلات تجاريه هو السبب اللي قزم الملعب البلدي. ولا نلوم طبعا اكيد لا نلوم المجلس البلدي الحالي ولن نذكر المجلس اللي قسم الملعب البلدي بالناظور لان ماشي هو ده هو الموضوع ديالنا. احنا فقط يعني كنقول ان انت طبعا كمحمد الوردي يعني كشخصيه غيوره كنتي من الناس طبعا اللي خلقتي يعني الى جانب يعني رغم انك يعني في اطار يعني في سبورت نادور وتنضم الى سبورت ولكن من الناحيه ديالك انت الناس اللي جبدوا هذا الموضوع ديال الملعب وايضا سبورت نادور اللي ايضا بدات هذا النقاش هذا بعد المرحله الثانيه. يعني اكيد ان سبورت نادور يعني غابت لواحد المده كبيره واكيد اول حلقه يعني قضايا رياضيه اللي قضايا الرياضيه اللي نظمها واللي نظمها سبورت نادور واطرها وقدمها عديل السلامي واستضاف فيها طبعا فريده خينيتي واللي اثارت هذه النقطه هذه ديال الملعب. واكيد لا محمد الوردي ولا سبورت نادور اكيد غادي يستمروا دائما في النضال من اجل ملعب يليق بمدينه نادور. ونحن يعني في سبورت نادور ولا محمد الوردي ايضا نفتخر اننا يعني في هذه المرحله هذه خلقنا واحد النقاش اللي اصبح نقاش يعني موسع للحديث عن ملعب البلدي بالنظر وملعب يليق بالمدينة. بالفعل زميلي محمد بن عمر يعني السبور نادور كانت من الاوائل في سنه 2009 اللي اثارت هذا الموضوع ولكن لا نبخس الناس العمل ديالهم. يعني كانت هناك مطالبات قبل في 84 و88 ولا الملعب يعني مطلب المركب الرياضي كان اصلا كان ضمن تنظيم ملف تنظيم المونديال الاول اللي حطوا المغرب في 94 وفي جميع الملفات ديال تنظيم المونديال كان ديما المركب الرياضي كندوي على المركب الرياضي كان ديما حاضر وللاسف يغيب في النسخه اللي ولكن ماشي عاد لحد الان راه
90% ما كاينش، ولكن مازال ما تحطوا نهائيا، مازال ما تحطش الملف ديال الملاعب النهائيه اللي غادي يكونوا منظمين للمونديال. يعني مازال كاين مجال ديال النضال على هذا الموضوع، حيت شهر 7 اللي غادي تحت هذا الملف، مازال عندنا واحد 10% ديال الامل. ولكن في نفس الوقت اليوم كاين واحد الحديث اخر، واحد الحديث معقول على الملعب البلدي او الملعب الجماعي ديال جماعه الناظور، اللي للاسف الهلال والفتح والحسنيه والكينتي كيعانيوا في هذا الملعب. وشفنا كيفاش انه فاش كتجي يعني مثلا فتح الناظور اللي كيلعب في القسم الوطني هوات، كيجيو الفرق اللي عندها قاعده جماهيريه كبيره، ما صافي الحل اللي كيكون عندنا هنا في الناظور هو نسدوا الملعب، نديروه بدون جمهور. صحيح صحيح. للهلال من الجهه اليمنى الهواجي، يرفع خطيره الى من اجندوز، معاد اجندوز يرفع الكره مره اخرى الى الهواجي، خطيره ولكن ركنيه كانت اخطر المحاولات محمد في هذه الجوله الاولى. الحديث خويا بن عمر ان المطلب الحالي هو ملعب، بما انه الحلم ديال المونديال مشى بواحد النسبه كبيره، دابا كندوي على الملعب البلدي، حيت كنعانيو كما قلت لك القاعده الجماهيريه دابا ديال النادي القنيطري وديال النادي المكناسي، باش كيجيو هنا ما عندك فين تحطهم، صافي كتسد كتحرم حتى الجمهور ديالك من هذا الملعب. يعني السي محمد، يعني عندما نتحدث عن المحاوله، نبقاو عند المحاوله، اجندوز القذفه ديالو مشات للقرناوي في يد الحارس. عندما نتحدث عن الملعب، يعني كنتحدثوا على اقليم يعني من اكبر الاقاليم في المغرب، يعني ولا مدينه في هذا الاقليم هذا محمد ما عندهاش ملعب عنده جوج مدرجات مقابل، يعني حتى واحد الملعب. يعني مثلا لو كان مثلا العروي ولا سلوان ولا الزغنغان عندهم ملعبه بعدا عنده جوج مدرجات، يعني حتى ولا جا شي ماتش مهم نبرمجوه في ذاك الملعب. الاشكال اللي كاين عندنا في الناظور ان الاقليم، جميع يعني الملاعب ديال الناظور كامله ما عندهاش ملعب، الناظور اقليم الناظور. وعندما المعلومه ان اقليم الناظور السكنه ديالو اكبر عددا من السكنه ديال الصحراء المغربيه كامله، واكبر من عماله وجده واكبر من عماله الرباط. هجوم خطير للهلال، ضائعه مره خطيره، خيسوس تدخل الحارس يبعد الكره، مشات الفيلالي. دائما رغبه هلاليه من اجل تقدم وتسجيل اولى الاهداف في المباراه. ايوب الظهير شنو يعمل بالكره؟ ايوب الظهير الهواجي يلعب مع جندو او المالحي، التمريره ديال المالحي، قطع الدفاع، قطع اللاعب محمد تومي بعد التماس. يعني نرجعوا للموضوع الملعبي اللي غادي يكون اهم المحاور ديال هذه المقابله هذه. طبعا متابعينا الاعزاء تفاعلوا معنا، بارتاجوا معنا. حنايا صراحه انا يعني غنقولها للجمهور، يعني وكتبوا وسجلوها يعني باحرف من ذهب، يعني احنا في سبورت ناظور ما بغيناش انه يتقال ان سبورت ناظور ناظلات ولا جابت الملعب او لا فلان جاب الملعب. حنا بغيناكم كاملين تتفاعلوا وتكتبوا تدوينات، يعني كل واحد اليوم عنده فيسبوك ديالو، بغينا نجيبوا الملعب للناظور، يعني ما بغيناش نستغلوا الحدث. حنا كنعانيوا يعني من جانب اعلامي كنعانيوا هنا بالملعب البلدي، وهذا الشيء اللي كيفرض علينا اننا نطالبوا بملعب، وليس يعني من اجل خلق بطوله او عندنا غندخلوا الانتخابات وبغينا نكسبوا يعني الشعبيه ولا. حنا فقط الهم ديالنا كهم ديالكم، خصنا نتجمعوا كاملين نهضروا عليه كاملين في فيسبوك في وسائل التواصل الاجتماعي، باش ملي نجيبوا الملعب كلنا جبنا ملعب، ماشي يكون واحد يقول لك انا اللي جبت ملعب او لا سي محمد. بالفعل كل واحد من البلاصه ديالو من اي تدوينه صغيره ما يحقرش راسه، راه اي واحد يقول غير كلمه ديال الحق راه سيدي ربي غادي فيها البركه. وبهذه المناسبه كنحييو هذاك يعني المبادره اللي داروها الاصدقاء وليد الحدادي وعبد الصمد دكان ومنعم العبودي ديال جمع التوقيعات العريضه اللي تقدمات للمجلس البلدي. هذه المبادره اللي كنحيوها كنتمنوها وكنشكروا اي واحد يعني دخل في هذه المبادره ووقع فيها. وكنوجه واحد النداء اخر، حيت كان واحد المبادره ايضا نفس المبادره يعني في جمع التوقيعات للجهه لمجلس الجهه اللي مازال باقي شويه ديال الاقاليم اللي ما وصلوش العدد الادنى الاقل عدد خاص يكون، واللي هو 20 كاين باقي ثلاثه ديال الاقاليم اللي مازال ما جمعوش فيها التوقيعات. نتمنوا اللي عارف شي واحد من هذه الاقاليم، يمكن اقليم فيقيق
الصراحه ما كنتذكرش حاليا في هذه اللحظه الاقاليم هادو. المهم واحد ثلاثه الاقاليم غتلقاوها في الصفحه ديال السي عبد الصمد دوكان. نتمنوا اللي كيعرف شي واحد تما يساهم في هذه المبادره، كل واحد يساهم من المكان ديالو. كنشكروا ايضا السي بن عيسى بوكرا اللي دار واحد المباشر اللي جمع فيه واحد المجموعه ديال الناس ديال القامات الكرويه في اقليم الناظور اللي عطاو الراي ديالهم وعطاو اللي يعني حاولوا يعني يعطيو حلول للمجلس البلدي باش تكون في هذا الملف ديال الملعب البلدي في الدوره القادمه. ونتمناو يكون كما قال السي منعم شوقي قيدوم الصحفيين في اقليم الناظور، قال لك راه حتى واحد يعني ما غاديش يقول لك علاش درتي هذه النقطه. اي واحد في المجلس الجماعي يقدر يطالب بادراج هذه النقطه ونشوفوا واش شي واحد يقدر يحيدها ولا غادي يمنع هذه النقطه انها تكون. هجوم للهلال من الهواجي تخرج الكره او لا زالت في ارضيه الميدان كما قلت، حتى واحد ما يقدر يمنع هذه النقطه تكون باش يكون نقاش. وكيقولوا ان الارضيه الاراضي موجوده هنا في اقليم الناظور، ويعني نتمنوا المجلس البلدي يدير واحد المجهود في هذه الناحيه وراه غادي يبانوا الممولين ديال هذا المشروع لا من ناحيه ديال الجهه ولا المجلس الاقليمي ولا مجموع الجماعات ديال كيسميتو، يعني كلشي غادي يدخل ان شاء الله باش يكون هذا التمويل هذا الملعب. حتى الجامعه راه غادي تساهم كره محاوله المالحي التمريره ديالو قطعت الدفاع. بالفعل كما قلت كلشي غادي يساهم ان شاء الله، ولكن خاص ضروري نلقاو هذه القطعه الارضيه وخص البلديه دير مجهود في هذا الصدد ان شاء الله. وخص يكون حتى تنسيق ايضا على مارتشيكا مثلا، وكاله مارتشيكا فين دارت هذاك كيسميتو في غادي يكون المول يعني المركز التجاري قبلت ماكدونالد، راه تما 3 هكتار اللي كانت غير بحر مريتو حمد سمازيخ موجود طماطيخ صغا فقط تضافر جهود ما يموت قامني ورا تشري فورما خطيره للهلال. نعم محمد الوردي اكيد بالنسبه للعارضه يعني باش يعني وانت تشل يعني العارضه يا صراحه ويعجبان غير حرامي حراما قوم نص المبادره لان مرات عقد تغيج النقاش كيج احد المجموعات توافق طارح نقل العارضه ونسي ورخاص، ولكن امين وفي حراما ويا عندي اسم مليح يعجبان غير حار. ونتمنى ان شاء الله تكاجن جروب النغني غتكيج العارضه النغني وهذه قمم مور خدمه هذه قمم مور النضال اردنا ويش نحاشت ونشين ما باش تسلم الى النيه النقصه فيها نزل الملعب فقط اذن يتعاون تنديت نقارسا انه نكشج الفكره النغني ما يمي مثلا الجمعيه نقش المؤسسه والتنظيم شند وصحفيا النقاش المشكله الملعب. بالنسبه فقط ردخ الجماهير وعروي ربما تغيث في ذي النقاش انه ما الملعب ذي النظام قعاوي الملعب ذي النظام عاوي، لان السؤال هو غاس الجواب بسيط جدا. الملعب اكيد خص يدير ذي النظام عاوي، ولكن ما يميز عروي خ النظام انه كلشي كفوس نسنيني غاس نفوربو زما ذي سبنا نزير خو مدرجات زي جميع الاطراف فقط خص تيري الرغبه للمجلس البلدي هذا وميقل الملعب. بالنسبه كني وغامبو المشكل بقع الارضيه يعني اعاروي الملعب الملعب مولاي رشيد كعاروي جاهز نهارا اذيري ملعب ديال المستوى يعني ويتحويج بو فكا ويتحويج بو خمم، ولكن دي النظر يتجا مدينه يتجدد العاصمه يعني الاقليم يتجدد مدينه تقاسيج مدينه تاريخيه يتجج المدينه دابا باوروبا يتمتزن المؤهلات طبعا الجباليه ولا من مخد السور دي النظر قديش ديس البحيره ديس ربحه ديس ادرا يعني جنت ندينت يخص غسيري ملعب يخص التويل يخص تيشكيبو غادي يقعد غير القسم الممتاز خطيره الهواجي الهواجي لا 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 هي ضاعت ضاعت لي الهواجي بها غريبه جدا يا الهواجي يخص غنغيري ملعب بلدي ولكن قاخ وتجيبو سبورت نادور تجيبو سبورت نادور يغيسيو لخ الملعب وتجيبو محمد الوردي يغيسيو الملعب وتجي الفراني غيسيو نخل الملعب ولاد الجمعيه ولاد الرئيس الفريق ولاد وادو الجمهور يجي تسند غير الملعب ماني دغيا وين تالو خص فكاد يتعاونوا فكاد يتعاونوا ماني غير امبولو فكا
كاف ماني غفار جدي تشمر نيتنا من هنا ميوذن نهار قل مواهب نهار نزرى ماني جا الملاعب ماني جا التكوين قيح نجان نروح نبعيد لا ذي التربية الجسدية ولا ذي التربية العقلية لذلك يخصنا غمارة وغاد السيور خم لعب ونهار السيور خم لعب وجيبو حان زواي وذن أكيد أكيد إلا غان اختيقا شخصيا غاري الثقه ديال المجلس البلدي ديال نديه النظر انه يتكج المجهود ونشقي متاكد وزير من باراوه الملعب ديال نديه النظر قديري ولو يعني غنرجع خمس سنين او ست سنين ولكن اخي متاكد وغارج الاحساس 90% انه غنغيري ملعب ديال نديه النظر قبل 2003. قبل ما ندوز خويا بن عمار بالنسبه للراي ديالي حول العلوي ولا الناظور ولا هذا الصراع الوهمي اللي كيخرجوه كل مره كيوقع نقاش على المركب الرياضي، غادي نبغي نشكر ايضا واحد الجوج ديال المشجعين ديال الهلال اللي مشاو للملعب ديال ليفركوزن فؤاد الترحيب وفريد اندورا، حتى هما نادوا من تما هذا المركب الرياضي او الملعب البلدي ديال الناظور، وجميع اي واحد من المكان ديالو يعني اي واحد يقدر يوصل الصوت ديالو، كنشكروا جميع المتدخلين في هذا الموضوع. ندوزوا بالنسبه وسمحوا لي حيت كنهضر بالدارجه باش الميساج يوصل للجميع. بالنسبه للراي ديالي بخصوص المركب الرياضي ولا الملعب البلدي، حنا ديما كنهضروا على المركب الرياضي اللي ما عندناش مشكل يكون في القطعه الارضيه اللي وفرته جماعه العروي في تقريبا اللي قريبا لسوناسيد. حنايا ماشي ضد هذا المقترح وديما كندافعوا عليه، ولكن حاليا بما انه المونديال تنظيم المونديال ما كاينش في الناظور وتنظيم ديال كاس افريقيا ما كاينش، فحنايا جينا قلبنا ماشي قلبنا وانما اعطينا ليفو اكثر او الجهد اكثر للملعب البلدي، حيت الناظور ما عندهاش ملعب بلدي، جماعه الناظور ما عندهاش ملعب بلدي وكان عندها واحد من اكبر الملاعب في المغرب مساحه اللي ولا فيها دابا كتشوفوا في الشاشه اوتيل فندق والكسميتو السوق مركب، المهم ما علينا يعني واحد الملعب الناظور اللي كان عندها مقومات ديال المدينه ما بقى عندها والو في 1940 41 كان هنايا ملعب كبير من اكبر الملاعب في المغرب، وللاسف دابا ولينا حنا الاخرين في المغرب اللي شي مدن يعني غير معروفه عندها ملاعب اكبر من هذا. لذا دابا حنايا في جامعه الناظور كنهضروا على ملعب جماعي، الا جا مركب رياضي مرحبا به، حنايا ماشي ضد المركب الرياضي بالعكس انا الا جا مركب رياضي غنفرحوا عاد نستقبلوا المنتخب غادي نستقبلوا المباريات الدوليه الى اخره، ولكن دابا حنايا النقاش الحالي اللي ناض مؤخرا كنهضروا على الملعب البلدي، والا جا المركب الرياضي مرحبا به ما عندنا حتى شي مشكل، بالعكس الا رجعنا للارشيف راه كلشي كاين كلشي متقدمه كندافعوا على مركب رياضي بغينا مركب رياضي، ولكن حاليا الملتمس ديالنا هو الجماعه الناظور باش توقف على هذا الموضوع، دير كيسميتو تلقى وعاء عقاري يدار شي ملعب بلدي اللي فيه 15 او 20 الف متفرج، هذا الشيء اللي بغينا دابا. والا كانت الناظور غتكون ان شاء الله تكون من الملاعب المونديالية ولا المدن المونديالية فمرحبا، يدار في العروية ولا يدار في اي منطقة اخرى، الحمد لله كاين عدالة يعني مجالية هنا في اقليم الناظور من واحد الناحية. الا مشينا نشوفوا راه فار فيها مركب مينائي من اكبر المركبات المينائية في افريقيا، الا مشينا المنطقة التسريع الصناعي غتكون تما ايضا، والمنطقة الصناعية كاين نفس الوان، مستشفى الاقليمي الجديد كاين نفس الوان، المطار كان في العروي، يعني الصراحه باش ما نكونوش كيسميتو بني صار عندها ميناء ديال المسافرين، يعني كاين عداله مجاليه، ماشي غادي نقولوا راه كاين حوهره ديال هذه المنطقه على منطقه اخرى ونتمنوا مناطق اخرى يكون فيها شي حاجه بحال قريه الجبال وخطيره للهلال. هذا ما عندي السي بن عمار وخليك بالنسبه عوده الوردي، ما نساوش واحد الفكره، يعني كاين واحد المجلس سميتو مجموع جماعات الناظور، ربما الا ما خانتنيش الذاكره فيه ازغنغان، فيه ربما بلينصار، فيه الناظور، فيه سلوان، يعني علاش هاد مجموع جماعات
يعني ما تلقاش حل البقعة الأرضية. طبعا حنا يعني ملي كنهضروا اكيد الاقلام اكيد الاقليم يعني كل الجماهير يعني كتسند فريق فتح الناظور هي فريق هلال الناظور اكيد مع احترام فريق يعني وكاين عاود الفرق المرجعية والتاريخية في الاقليم كوفاق زغنغان وامل العروي. يعني انا كنظن انه حان الوقت كل جماعة في الاقليم خاص يكون عندها ملعب. اكيد سلوان راهم غاديين في الطريق الصحيح من اجل اخراج ملعب رياضي الى حيز الوجود بمدينه سلوان. العروي كما قلت فقط كتبقى يعني الرغبه ديال المجلس البلدي عندها لا 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 انا غادي نبني لك تما ملعب ديال 20,000 متفرج. اليوم الهندسه في بناء الملاعب تطورت بزاف ويقدروا ملعب العروي بالمساحه اللي فيه يديروا ملعب مناسب تلعب فيه حتى المنتخب المغربي اللي تبنى بالشروط ديال الاتحاد الدولي. يعني العروي ولا سلوان دابا ما عندهمش المشكل. الزغنغان والناظور طبعا الا دار الملعب في الناظور راه ما غاديش يكون مشكل مع الزغنغان لان الزغنغان والناظور انا كنعتبرهم يعني كانهم مدينه واحده يعني لقرب المسافه وايضا حتى بالانصار يعني اللي يعني هاد الناس هادو كاملين يعني الانصار كاين ملعب جماعي راه كاين نعم حتى بالانصار كاين ملعب بويفا اللي خصها ملعب جماعي وقريه اركمان هاد الجوج اللي الصراحه اللي خصهم ملاعب جماعيه بحال بويفا انا متاكد غتجي الوقت اللي غيدار تما ملعب ولكن خاص يبقى النقاش باش يبقى النقاش كيبقى النقاش وكيوصل الميساج كتجبد كنلقاو الحلول. هذيك الارض هذيك البقعه الارضيه اللي اليوم نحن عاجزون عن يعني نلقاوها راه بالنقاش الدائم والمستمر غادي تبان ديك البقعه الارضيه. انا صراحه يعني انا شخصيا ما دمت كنتنفس وفيا يعني كان يعني عايش في الدنيا راه هذا المشكل ديال الملعب يعني ما غاديش نسكت عليه وكل ما تحت ليا الفرصه غادي نبقى نهضر على الملعب البلدي بالناظور. اكيد كنتمنوا حتى من باقي الجماهير راه حتى واحد ما يحقر راسه واخا عندك تما غير 4 د الناس في الاصدقاء ديالك دير بارطاجي الا ما عرفتيش تكتب شي حاجه صغيره راه اي حاجه راه الصوت كيوصل خص اي واحد يهضر على الحق ديالو مطالب مشروعه بدون سب بدون قذف بدون تجريح بدون اي حاجه. يعني بنادم يكتب اطالب بملعب رياضي بمدينه الناظور هكا صافي بكل بساطه وصل الميساج ديالك قول لهم انا هذا منكر وان شاء الله يكون الخير. بالنسبه عاود للقجاع مثل القجاع ما دار والو القجاع ولد المنطقه القجاع يخص يدير الملعب. خص تعرف واحد الحاجه القجاع ما كيديرش الملاعب هو ماشي الجامعه اللي كدير الملاعب. الجامعه عندها ربما كتدخل كشريك في المشروع ملي كيكون المشروع واجد الجامعه اوتوماتيكمون كتدخل ربما في التكسيه ديال العربيه بالعشب الاصطناعي والاضاءه بجوج يعني باش ما تستناوش شي حاجه من القجع. راه القجع ما يدير الملعب لا في الدار البيضاء ولا في الناظور ولا في الرباط. يعني القجع يجي من البرلمانيين يترافعوا على هذا صافي القجع كيدير يجي شراكات وافق يا مع الوزارات يا مع المجالس المنتخبه يعني باش ما نلصقوش في القجع يعني كيذكروني بداك كاين حتى اللي كيقول لك السيناريو ديال الاعلام الجزائري القجع لا كاين واحد الهضره اخرى كدور كيقول لك حتى راه الناس ديال الخارج الناظور فيها الجاليه الى اخره. واش دوك المدن الاخرى الناس ديال الخارج ولا ديال الجاليه اللي دات لهم ملعب ما عندكش الحق السي الوردي حتى انت تكون عندك الملايير ديال الدولارات ما غاديش تعطيك ما عندكش الصفه باش الدوله تعطيك انت تبني الملعب ما غاديش تعطيك الرخصه. على هذو اللي كيقول لك ان الجاليه غير المطالب منهم يديروا ملعب الدوله اللي غادي الوردي الحسيني خطير المالحي نرجعوا شويه للمباراه نسينا المباراه محاوله المالحي دائما مباراة يعني عنوان ديالها في هذه الجوله الاولى. التذكير فقط بالوقت كيلعبوا 35 دقيقة وعنوان الجولة الأولى الفرص الضائعة بغرابة. بالفعل زميلي محمد بن عمار الفرص تضيع هنا وهناك. نعود إلى أجواء المباراة ونقفل قوس هذا الملف أو ملف الملعب البلدي أو المركب الرياضي القوس الذي لن يغلق بالتعليق على هذه المباراة بطبيعة الحال. ولكن نعود إلى أجواء هذه المباراة مباراة حماسية يعني كان هجوم وحتى الحضور الجماهيري أصبح يعني
أكثر من لا بأس به، على غير المتوقع عكس بداية المباراة اللي ما كانش حضور جماهيري. دابا كنشوفوا أن الملعب تقريبا واحد النسبة ديال 60% ديالو عامر ولا 70% عامر، واخا في هذا التوقيت ديال يوم الأربعاء. هجمة خطيرة للهلال من الجهة اليمنى الهواجي. أيضا محمد الوردين استغلوا يعني هذه النقطة هذه، ربما كان هناك يعني إخبار من عملة النضر يعني من أجل يعني بخصوص ما يتعلق بالشواطئ في هذا الصيف هذا، يعني هذا فقط التنوير الرأي العام بهذه النقطة المهمة. وأنت كنت ربما يعني أكثر دراية لهذا البلاغ الصحفي. بالفعل زميلي بن عمر، وكان يعني مزيان هذا التدخل اللي دار عامل ديال الاقليم الناظور. هجوم خطير من هلال الناظور يساري ولكن في يد الحارس. كما قلت نبقاو في الرياضه احسن. بالفعل الناظور خاصو بزاف ديال الامور، ولكن التدخل ديال اللي دار عامل الاقليم مشكور عليه. نتمناو انه حتى العامل يشوف حتى لهذا المجال الرياضي. وهذه هجمه خطيره للفريق عمل بالقصير من الجهه اليسرى. اللاعب محمد المدني قطفه ديالو مشات 5 متر و50، وهناك ربما ورقه صفراء للاعب رشيد القرناوي. إذا ضربة مرمى لصالح هلال الناظور. يوسف بوحو في التنفيذ. نلعب الدقيقة أعتقد 36 من عمر الشوط الأول. دائما النتيجة السلبية صفر لمثله. هجمات هلالية يعني ضائعة، فرص كانت سانحة للتسجيل للأسف لم تجد طريقها للمرمى. تعود الكرة للحسين، الحسيني أمامية إلى من؟ إلى الدعلي، الدعلي يوضع الكرة تعود لفائدة فريق عمل بالقصيري. وتحية أيضا لجماهير فريق عمل بالقصيري ومدينة جماهير مدينة بالقصيري الذين يشاهدون معنا هذا البث المباشر. هذا الفريق التاريخي أيضا الذي لعب إلى جانب الهلال في القسم الوطني الأول سنة 1986. تعود الكرة خلصوص منسوغو أمامية في العمق، كرة ولكن الحكم يعلن عن تسلل. أظن أنه هناك تسلل في اللقطة الماضية زميلي محمد بن عمر، يعني كان اللاعب رجع وكسر التسلل ولكن الحكم كان له رأي آخر. تسلل لفائدة فريق عمل بالقصيري. لكن عم تسلل على عمل فريق بالقصيري بومع لصالح بالقصيري. بومعزة المدني الدحماني، عفوا زهير الدحماني، زهير الدحماني مع الديارة. بومعزة في وسط الميدان الفيلالي بومعزة. كل الكرات على بومعزة. ديارة في وسط الميدان، ديارة هناك خطأ على حق لصالح ديارة. خطأ على ياسين الجعداوي لاعب وسط ميدان الهلال القادم من جمعية التكوين المهني في المرحلة الإياب. تعود كرة ضغط من ياسين الجعداوي على حق الكرة. أيوب صلاح ومعاد أجندوس. تعود الكرة لفائدة خيسوس منسوغو إلى الهواجي. جميلة من خيسوس ولكن مقطوعة وسط الميدان. تعود لفائدة فريق عمل بالقصيري إلى الجهة اليسرى عند اللاعب رقم 27. ماذا سيفعل يوناور والملحي في المكان المناسب؟ يقف سدا منيعا أمام هذا المهاجم وخطيرة. أبو يوسف بوحو في المكان المناسب. تعود الكرة لفائدة فريق الهلال الرياضي الناظورية. القرناوي إلى المالحي، المالحي إلى الظهير يطالب بالكرة. تعود إلى القرناوي إلى الزاهر أيوب الزاهر يمرر الكرة إلى صلاح الدين حسيني. جميلة في العمق لكن بعيدة عن عماد أو معاد جندوز. تعود الكرة لفائدة هلال الناظور. تخرج تماس يقول الحكم لفائدة المليحي.
ماذا يقول الحكم؟ ماذا هنالك؟ حوار بين حكم الشرط والحكم الرئيسي حول ماذا؟ حول هناك لقطة ربما غير رياضية قام بها أحد لاعبي فريق عمل بالقصيري. ماذا سيفعل حكم المباراة؟ أعتقد أن يتجه إلى دكة بدلاء فريق عمل بالقصيري، يوجه إنذار شفهي إلى أحد إلى المدرب أعتقد. إنذار شفهي أو بطاقة صفراء، بطاقة صفراء أحد الطاقم التقني لعمل بالقصيري. نعود لأجواء المباراة المليحي في التنفيذ التماس. المليحي يمرر الكرة لرشيد القرناوي إلى الحسيني، الحسيني إلى أيوب الزاهر، أيوب الزاهر الوفدي يمرر ولكن الحكم يقول تسلل غريبة، ربما هناك تسلل بالفعل على أيوب الوفدي. 43 دقيقة الزميل محمد، دائما التعادل الصفر لمثله، يعني رغم أن المباراة ما كتجراش في ضغوطات ولكن يعني المستوى دائما يعني دون المتوسط في الجولة الأولى بين الفريقين. بومعزة، بومعزة اللاعب زهير الدحماني، زهير الدحماني، الدحماني اش غيعمل؟ غيلعبها مع ديارة في وسط الميدان، ديارة مشات لبومعزة، بومعزة وديارة، حمزة الشبة، حمزة الشبة، حمزة البومعزة، بومعزة التمريرة الطويلة في اتجاه اللاعب محمد التومي، الكرة ديالو مشات بعيدة وخرجت 5 متر و50 لصالح الحارس بوحو. يعني تبادل الكرات الضائعة، يعني وكأن هاد اللاعبين هادو انتهى الموسم اللي هم في أبريل قبل يعني حلول يونيو. الملعب يعني كان جمهور توفد في الدقائق السابقة على عكس بداية المباراة. باش نوضحوا فقط للمشاهدين أن الملعب تقريبا ممتلئ بالنسبة ديال 70%. تعود الكرة هلالية بلا الجهة اليمنى إلى الهواجي، الهواجي الهواجي يفعل عرضية ولكن ماكيرة كادت تغالط الحارس وتخرج ركنية لفائدة فريق الهلال الرياضي النظري. الركنية للهلال الرياضي النظري. في التنفيذ خطيرة لكي تخرج ركنية مرة أخرى. ركنية أخرى لفريق الهلال الرياضي النظري. الدعلي دائما في التنفيذ. الدعلي في الجهة اليسرى. واللي غينفذ هذه الركنية الدعلي. عماد الدعلي في التنفيذ. يمرر الكرة. الدعلي غيلعب الكرة مع الهواجي. الهواجي ضاعت، الهواجي مشات هجمة مرتدة خطيرة لفريق عمل بالقصيري. الفيلالي مشى بالكرة. الفيلالي قدفة مشات محادية للمرمى. يعني ما كانش هناك انسجام. أيوب الزاهر كانت تمريرة عوض رمي الكرة وسط أو في معترك العمليات، كانت تمريرة من دعلي لأيوب الزاهر. نهاية الوقت الأصلي للمباراة محمد، ولا بعد قليل طبعا سنستضيف زميل عادل السلامي بين الشوطين الحديث عن مركب الرياضي بالنادور. يعني نبقاو في هذا النقاش هذا اللي طبعا ما نقولوش عليه. خطيرة خطيرة خطيرة، جوج الكرات في الملعب، غريبة هذه اللقطة هذه. ارتباك في أرضية الميدان، ديارة مشى في وسط الميدان، ديارة، ديارة التومي، التومي كيخرج الكرة. فعل كانت هناك جوج كرات داخل أرضية الميدان وكان ارتباك على مستوى حراسة حارس المرمى، لكن هناك إصابة أيضا أعتقد معاد أجندوز قلب هجوم الهلال
نلعب الدقائق المتبقية من الوقت بدل الضائع. سي محمد قبل نهاية الجولة الأولى فقط نذكروا بالجماهير الهلالية وأن المكتب المسير لهلال الناظور يعني عين جيمة بجماعة يعني للإشراف ومساعدة فريق هلال الرياضي الناظوري لما تبقى من الموسم. اكيد نجيمة بجامة كيتواجد بالمدرجات يعني باقي ما جاتلوش الرخصه من الجامعه الملكيه باش يدخل للملعب، وكنشوفوه يعني التعليمات ديال نجيم الى جانب بن عيسى الصنبا للاعبين. ربما هناك في الجوله الثانيه غادي يكون تغييرات، كاين مرشوح، كاين الطاهري، كاين بوحموم، كاين طبعا مجموعه، كاين ياسين، مجموعه من اللاعبين اللي يقدروا يعطيوا الاضافه الناقصه لفريق هلال الرياضي الناظوري في هذه الجوله الاولى. طبعا اللي كنتظروا يعني يعني البطوله باقي مفتوحه، باقي لاعبين البطوله يعني يعني هذا الاسترخاء هذا لا من فريق عمر بن القصيري ولا هلال الناظور يعني ما عندوش يعني لا غير ملزم يعني من اجل بطوله تنافسيه والروح الرياضي، لانه هناك باقي البطوله بقت لها 8 دورات. محاوله لفريق عمل بن القصيري، هناك تسلل وربما بعد لحظات كنلعبوا 48 دقيقة. نعم الحكم يعلن على نهاية الجولة الأولى بالتعادل 6-0 لمثله. نبقى زميلي محمد السلمي طبعا بعد يعني أذان صلاة العصر ونعود. إذا متابعينا الأعزاء كما تابعتوا معنا نهاية الجولة الأولى بين هلال الناظور وعمل بن القصيري بالتعادل السلبي 0 لمثله. جولة أولى أقل من المتوسط، كنتمناو تغييرات ديال المدرب بن عيسى الصامبا في الجولة الثانية ترفع من الإيقاع ونشوفوا فريق هلال هلالي حقيقي، فريق الهلال الرياضي اللي تعودنا عليه في العب في الملعب البلدي بالناظور. هلال الناظور ما كيلعبش من اجل الصعود ولا الهبوط ولا داك الشيء، هلال الناظور اي مباراه غيلعبها خاص يلعبها بمستوى جيد ويربحها، الا ما ربحهاش على الاقل يقدم مباراه جميل. اذا غنستغلوا التوقف هذا ديال بين الشوطين، معي هنا عادل السلمي للحديث
عن غياب ملعب بجماعة الناظور يليق بجماعة كاين ملعب، ولكن يعني ننتظر ملعب، خصوصا يعني معاناة ديالنا احنا كإعلاميين في نقل المباشرات ومعاناة الجماهير، ولما كيجيو جماهير الفرق الكبرى ما كنلعبوهم ويكلوا حيت ما عندناش فين نستقبلوهم، بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الأمور سي عادل. وأكيد هناك نقاش في الشهور الأخيرة، وكانت يعني عودة سبورت ناظور رجعت هذا النقاش هذا للساحة بعد ما اختفى، اللي يعني بعد اختفاء سبورت ناظور اختفى هذا النقاش، ولكن رجع اليوم وكنتمنوا أنه يستمر بواحد الحدة بواحد القوة إلى غاية تحقيق هذا المطلب. وحنا في سبورت ناظور أكيد ما غاديش نتراجعوا للوراء حتى يتم تدشين ملعب بلدي بالناظور. نعم صديقي بوحدة عمار، شكرا على الاستضافة. عندي تعقيب صغير على كلمة عندنا ملعب، صراحة احنا ما عندناش ملعب في مدينة بلادون بقدر ما عندنا شبه ملعب، لأن بعض الفرق لا على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي الملعب ديال التدارب ديالها أحسن من هذا الملعب اللي كنتواجدوا فيه حاليا، لأن متوفر فيه كاع الشروط ديال الممارسة ديال كرة القدم. بالنسبة حتى للمنصة ديال الصحفية اللي تتواجد يعني بزاف ديال المشاكل، والجماهير ملي كتجي الجماهير الزائرة مثلا شفنا المباراة ديال النادي القنيطري مع فتح الناظور، السلطات يعني لحسن الحظ ان الجامعه كانت عقبات النادي القنيطري باش ما يجيوش الجماهير ديالو، ولا كانت غادي تكون مشكله كبيره، لان السعه ديال الملعب لا تتسع للجماهير من حجم فريق النادي القنيطري. مشكل الملعب يطرح من جديد، طرح من قبل وطرح سابقا ويطرح وسيطرح من جديد. يعني صراحه هذا المشكل ديال الملعب مشكل عويص، كنتحدثوا على ملعب مركب رياضي كيبقى حول، لان الان اصبح النقاش على ملعب بلدي جديد. صحيح. في الاوساط الرياضيه هنا في مدينه الناظور، بعدما يعني الناس عياوا وما ينادوا بمركب رياضي بمواصفات، كنا كنتسناو هذه يعني المناسبه ديال تنظيم كاس العالم ولا كاس افريقيا تقدر تكون شي حاجه على غرار السنوات اللي فاتوا، لان كان مثلا التنظيم ديال كاس العالم لا 2006 لا 2002 لا 98 لا 2010 كانت هناك يعني كان الملف ديال مدينه الناظور حاضر في الملف ديال التنظيم المونديال، ولكن مع الاسف الالم اللي خدا بلادنا خدات هذا الشرف ديال التنظيم ديال هذه التظاهره العالميه اللي صحيح كتكون مره في العمر بالنسبه لبعض الدول. شفنا الغياب ديال مدينه الناظور بالرغم ان المدينه ولا الاقليم بصفه عامه كيتوفر على مؤهلات، ما يمكنش دابا عاوتاني نعاودوا الهضره من جديد، كيتوفر على المؤهلات الطبيعيه، مؤهل موقع استراتيجي، دابا كان غادي يكون ميناء متوسطي مطار، ميناء اخر غادي يكون ميناء ديال بويافار، ميناء ديال بنيسار، مجموعه من المقومات الاقتصاديه والمؤهلات اللي كتخلي ان المدينه غادي تستضيف مباريات بحجم بطوله كاس العالم ولا اضعف الايمان كاس افريقيا. يعني صراحه النقاش يتواصل الان، كنتمنوا بان هذا النقاش حول ملعب بلدي بين مزدوجتين يتواصل في الاوساط الرياضيه ويكون الضغط كافي، وان شاء الله انا على يقين بان الاذان غادي تكون صغيره بالنسبه للمجلس الجماعي ديال مدينه الناظور. خص غير مثلا الان يكون شي وعاء عقاري مناسب لملعب بلدي يعني متوسط الحجم الممارسه، كان عفوا ان الجماهير الفتحيه ولا الهلاليه هي جماهير كثيره، فما بالك بالجماهير الزائره فهمتيني، ولكن ان شاء الله هذه غادي تكون واحد البوابه. هذا الملعب البلدي اللي كيناديو به الفعاليات الرياضيه بمدينه الناظور غيكون بوابه نحو مركب رياضي حول مدينه الناظور وبالاقليم بصفه عامه. صحيح صديقي عادل، زميلي عادل، ملعب بلدي يعني يعطي هذيك الشغانه بعدا، هذيك الشغانه غاي الاسر العائلات، ربما مع كان ملعب بلدي جميع المميزات يعني غاس مدرجات، ربما ينزرى العائلات ينزرى الاباء ينزرى الاطفال ينزرى يجن الشريحه ضاد النظا مقصيه ما رنح غباركان انت في باركان انه العائلات تسندك تعاون صنت فروجن بيتشم ملعب باركان قد جيبوش الحشد، ربما المساحه الملعب باركان المساحه الملعب البلدي في دين النظا وانت الحالي تقريبا نفس المساحه هذه شويه فاقده مزيان، ولكن استطعت عندي البقعه اني تسقاني جن ملعب تي راه يصنط تبرك اكيد مرة غنغ ملعب في ثندين النظا هذه المستوى الني على الاقل يكسي 10000 ار 12000 متفرج، ربما هذا يشجع يودنا ديال السيان الفروق اديبا خدني ربما ذا نغديبان فريق ديال القسم الاول الاحتراف
يجي مجموعه نطور هذا الغياط اكيد ما مشتني غانغيش الثقه تم قران ديال الجامع النضع ديال المجلس البلدي النضع يتقوداني غير جرى رئيس نس سليمان ازكواغ يعني النواب النس طبعا يسير تيزيتي بن جدي منتصر عمر العزوزي محمد رشيد الفايده هذه مجموعه الاخوان يتواجد نهار هذه المجلس البلدي جا يعني هني اصلا رياضيين عن الرئيس مجلس بلدي نائب الجامعه الملكيه المغربيه لكره اليد ورئيس سابق لهلال الناظور ورئيس سابق لهلال الناظور لكره اليد ومحب هلال الناظور لكره القدم غنغي يسير التيزيتي عاود رياضي غنغي حرام مار يتواجد ندير مكتب رياضي غنغي الثقه نستني لقد المجهودات نستني لا تزرن حما هذا في الحل لان لني هنا وزون هذا في الحل ربما نهار المجلس البلدي النضع نزرع للاعلام سواء المحلي نيغ الوطني ان البلديه النضع وفق معايير محدده تكسي احسن مجلس بلدي ذي المغرب وتكسي خاص منحه يعني نقارس الشين كتحفيز اذا ما نيتج انه هذا ما اتماني التقن ذي المجلس البلدي ونستنى ان نهار هذه ندير النظر الكل مرتاح يخدم ذي تقل المجلس البلدي وذي نبوش احد نهار اش ينقل المجلس البلدي ويخدم بوث نديت يعني ذي خط تصاعدي يعني نشين نزو يسني الشباب يحرمنا هذه ريد المجلس التاريخي ينديت النظر ربما صديقي واحد ربما تتعن الفعاليات الرياضيه ربما ديت النادي حاليا في الموضوع على المجلس الملعب الجماعي يعني الملعب البلدي انه المجلس الجماعي ديت النادي ديالي حامل للمشروع كمي غيري حامل للمشروع خدني ان شاء الله هذا يوزخ وعاء عقاري هذا يوزخ الشركاء كي سايت من المجلس الجهه ربما ديت المجلس الاقليمي يعني بقياده السيد العامل الجديد راه غادي يساهم يعني خدني اتعزوت الشركاء كي كايت المشروع وتواريخ انه تيري غاج الخطوه غا بزاف هو ها وان شاء الله هذا فوق السلام لان شوف الخو نوض غاج المرحله وغادي نبو وعقب غاز صافي لا يخسخ ملعب خو نزرى نبعد المداشير خاص بني نسمى ونسمى باش نكتبوا الحال تغير من المداشير هو غاس الملاعب فما ديال المستوى شكسان واش تنديت بوابه اوروبا زعما تنسمى مش ما نخس وغاسبوا الملعب تغير ما تقصر حد صراحه يعني ما يمكنش تتواصل الوضعيه يا مو نحرنا داس المركب الرياضي نوفا وغادي يسري حد خو حاليا الدمع ديال الملعب بلدي بعدا شو زي السني انخزا ان شاء الله من ديني غايت على غزه هذا عقب خرج الوقت يا مدوك المحد من عمات النيت خل حضور الجماهير ما رد عقد ميتو القاعه الموقت تقبري غاتوض غال الحاله اللي غاتوض الخو ميتو غاتي رئيس ريتي راهي الناظور فهمت تبغى نزار العائلات يعني جانب الزيارة الاباء تسند في شكال يعني يجي نجو الصباح توطى اخر مقابله الى الناظور نزرى الجو كرة اليد بالرغم انه الحاله القاعه المغطاه حاليا لقات غنسي ورخاص دور شويه ماساويه نتمنى الجهات تجي المسؤوله قد السنين تنتمي العنت هاد خزان شويه القاعه نتعذر ثالثا غادي يجي المثال هو انه يبدا غاسني غادي يدير الفرج ولكن خاصني نتفاضل الظروف وزما دسن يشتمش انت القارس الشينا متقبوه من الشعر صحيح مازيغ تدنيني بصريح العباره هذا زاد المون ديالي ما يمكنش ونتمنى ان شاء الله ديري الخير ان شاء الله باذن الله ايش عند ذا وردي الصميم الزميل العادي النهار واخا حتى المكاتب مسيره الفاروق قصد استدعان النخبه شي نهار نزلوا ديال الملعب تس النخبه يعني الحاجه النهار النخبه يوداني غيوان ستشما يعني خص الفرق غز النخبه يا نهار زعما تتدعي زعما تتعاض غالبلعب ما تغتصغيم وهي تو يداني تادي سرا وروي حرين غاشي استغما صحيح التصنيو ذان وعق من غير الملعب زرين دار عند السلوكيات وفي طور ولكن خصها تسلم جن حاجه مي تيري بالملعب صل مواصفات تفد وزماد ذهنت وزماد ذهنت المظاهر غيسي ان ليس نديت النظر ولا كره القدم للنظر اكيد ملعب بلدي ملعب جماعي غاس المر يعني المرافق الناس تاكيد هذه سنه الاسر هذه سنه العائلات دون تاونسن حما اثفان تشم لان تشم الخلاص الوحيد الشباب زي الانحراف ورياضه القطيره التنميه بكل المحدود نعم نار الرياضه ذي الدول العالم السلف زي اموال طائله زي نتوا غتنميه تندام نزرع غا اسبانيا نزم الالعاب الاولمبيات نزم كاس العالم مش دور غواني قد الجيران النخ رغم ان دوله متقدمه و يعني نهار رياضه واثقين بو
دو فوا رجلي تتفرج لا غاس الطاس انت مسلاين تقنغا وطس الحوايج تسمى التغطيه الاعلاميه النقل التلفزيوني الاشهار نهار ما تخذي التفاصيل اكيد عادي المرا السيور غاس تحيا وان السيور غاس تحيا وانت باش نجيب خبراء ديال الاقتصاد مرا انه مباراه ذي كره القدم مثلا ديال القسم مثلا غادي القسم الهوات مثلا غا القسم الفاتح مثلا تيوضع 5000 متفرج 5000 متفرج نخدم غير في زياده القضيه ديال التاكسي هذه عمار التعبئه هذه الحديث والقهوه هذه قبق هذه هذه صغبيتي يعني ربما كل فرد هذه غاستاذينها عندي 100 درهم 150 درهم مانيا غيخلقني يجي نهار الرواج اقتصادي ولو ضم الزيان ديال هندي تتسور خلهوات وما بالو كاس الاحتراف. راني تعقيب مجموعه التعاليق اللي خدمت الخو عاد صديقي ما احنا ما يقارش الناس المستشفى النظر يحوج المستشفى يحوج الملعب يحوج فضاء الترفيه يحوج كلشي. كل حاجه خاص الميزانيه نسمع حاجه خاص الوزاره مختصه ديس جمع زيد قال هذا والو قال يصير هذا والو يوانيت يخسر مستشفى مستشفى مسؤوله خاص وزاره الصحه غاس الميزانيه نسقدم مستشفى اقليمي بقاتو خاص هذه يكمل 2020 قعد ويكمل كسول خاص الصديق محمد الورد مؤخرا خاص هذه يكمل ويكمل شاو ديال الميزانيه نس واحد فوربو غادي الجامعات كره القدم غاس اللجنه البنيه التحتيه تعاون تجي فوربو وزاره التعليم والشباب والرياضه قرخوا الدور ثمون غاس الميزانيه سوحس فاقت شويه تك شويه العقرنوم واسخلط بوشي كشا بنادم ما راه يفهموا ديش الحاجه غادي يسقى كل خير او يسموت صح وغادي تدير التعقيب مزيان وثما سبيتا تجي وزاره الصحه وقت ثاني تاتي عاد تكمل نسيور خاص عاود نسيور نهاني اذا نصور خفور مي غادي نسيور سبيتا نسيور سبيتا يخصو ان تشعبوا ان تفهموا فكواور بلا ما يفهموا ديش الحاجه تصور ديس فهمت في نزل المشاكل اللي غادي نزار تسمى ذي النقاشات العموميه نزار مغادي ذي التعاليق بلا ما يقارش يخسخ سبيتا يخسخ التعليم يخسخ سبيتا يخسخ التعليم يخسخ الخدمه سين ذي الحوايج ماشي خسخ انفاق من سوا اخر حاجته سوا اخر حاجته سوا اخر حاجتين حاجتين نعقب المقابله باش انت تاخذ الجماهير الرياضيه ربما دايرين مواعيد اخرى نستمر في الملعب الرياضي صديق محمد اكيد سبورت نادور العوده نسدي 2021 اذا قبل تنطلق الجوله الثانيه الحكم طبعا ياسين بكاري بمساعده محمد وديع ومحمد مزيان عن عصبه بني من الخنيفره عطاو الانطلاقه ديال الجوله الثانيه الجولة الأولى طبعا تذكير انتهت بالتعادل السلبي صفر لميتلي اذا طبعا غاسل حق ثومات عديل يعني اكيد سبورت نادور توجه النص الرياضي يعني 100% يعني تسيور بخل المواضيع نغني تنزين وهذا ليس انها وتشارك شذي القضايا تنزين تنغني ولكن سبورت نادور يكفي انه طفي المجال هو مجال الرياضي ودائما تناضل ودائما قد تبينت الصوره جيدا الصوره الجميله رغم انه هذه مش الصوره جميله الا ان سبورت نادور دائما تحاول تصنع الصوره تصبح على الرياضه دي هنديت النهضه لذلك كوليشن ديال الموقع النس هذيك المجهود النس واني غاد الاختصاص كوليشن سيور الاختصاص بالنسبه للشين ديال قطاع الصحه ونسين مانيس غنبدا ولا مانيس غنكمل لذلك وغانغ الصحه واشتنغ ديال القطاع الرياضي ديال سبورت نادور ايوب الظاهر ايوب الظاهر كيقطع الكره مشات تسلل لصالح فريق بوحو الوفدي الوفدي غيلعب كره طويله في اتجاه الهواجي الهواجي تسلل تسلل لصالح فريق عمل بالقصيري على لعيب الهواجي على الصورة طبعا يتواجد رئيس فريق الهلال الرياضي الناظوري
عبد الرحيم هربال اللي كينتظروا طبعا عمل شاق. ربما طبعا رئيس فريق الهلال الرياضي الناظوري السيد عبد الرحيم هربال يعني بدا يعني وجد رفقة المكتب المسير للموسم المقبل من الآن. هناك تسلل يعني المباراة يعني ديال التسلل هذا اليوم، تسلل مرة على الهلال ومرة على بالقصيري. بغينا الجد ما غاديش نقول الرأي ديالي نورمالمون، مي خاص هذا الرأي هذا يقوله أهل الاختصاص، خاص الجدية في مثل هذه المباراة، خاص الجدية. اللاعب خاص يحضر للموسم المقبل، يستغل هذه المباراة باش يحضر نفسه للمباراة ديال الموسم المقبل. علاش اللاعب ما كيفكرش أنه يمشي للقسم الوطني هو، ما كيفكرش أنه يمشي للقسم الاحترافي؟ يعني مباراة بحال هذو راه فرصة للاعب أنه يبرز المهارات ديالو. كرة لعمر بن القصيري في الجهة اليسرى للاعب محمد المدني. ديارة التمريرة خطيئة كيقطعها أحمد مرشوح. دخول اللاعب أحمد مرشوح في وسط ميدان هلال الناظور وخروج اللاعب ياسين الجعداوي. لا ياسين الجعداوي باقي، نشوفوا شكون خرج. خطيرة بن القصيري، هدف الأول، الهدف الأول بواسطة لاعب تسلل. هناك تسلل، لكن هناك لاعب يغطي على الحارس في موقف تسلل، هذا ما أعلن عنه حكم الشرط. إذا هدف أبيض، كان كما قلت كان هناك لاعب يغطي، يعني خروج الوردي تأكد خروج أجندوز ودخول مرشوح. يعني المدرب قلب الخطة 4-4-2 وكأنه يحاول الحفاظ على النتيجة، يعني غيلعب بخطة دفاعية. شات الكرة لأيوب الظاهر، أيوب الظاهر جعداوي. يتيح أيضا ربما يتيح للأجنحة يعني توغل أكثر على مستوى الأجنحة. كرة للوفدي، الوفدي جميلة إلى خيسوس مانسوغ، ولكن الكرة تعود إلى حارس مرمى فريق عمل بالقصيري. كما قلنا كان هناك هدف أبيض قبل لحظات، يعني التسديدة كانت بعيدة، ولكن كان هناك لاعب يغطي على الحارس في موقف تسلل. يعني الحكم الشرط على التسلل لتبقى النتيجة متعادلة 0 لمثله بين هلال الناظور وعمل بالقصيري. صحيح محمد، ربما المدرب بن عيسى صامبا بمساعدة طبعا جيم بجامة يعني كيحاول يعني يعطيه الفرصة وتجريب مجموعة من اللاعبين. هل يعني كنشوفوا أن هناك تغيير تكتيكي، دخول خيسوس كقلب هجوم ومرشوح غيلعب طبعا في المكان ديالو المعتاد في وسط الميدان. جعداوي مشات الكرة للظاهر، الظاهر الخيسوس، خيسوس مشى بالكرة، خيسوس غيلعب مع اللاعب المالحي الخيسوس، الكرة ناقصة ترجع للمدني محمد، لعبها مع ديارة مشات الكرة لحمزة، حمزة معاه الفيلالي استلم الكرة، سمعاه الوفدي في التغطية، الفيلالي لعبها مع شبا استرجعها خيسوس مشى مع الدعلي ممتاز، الدعلي مشى بالكره، الدعلي كيراوغ، الدعلي معاه ديارة التمريره، لعب الوفدي في الجهه اليسرى، الوفدي اش غيعمل غير يرفع الكره، لا لعبها مع الدعلي محاصر، الدعلي خرج بالكره كيطلبها اللاعب مرشوح، دخول اللاعب احمد مرشوح في وسط الميدان. جعداوي اش غيعمل جعداوي؟ غيمشي بالكره، غيقداف بعيد على المرمى 50 متر لصالح الحارس حاتم البقاي. كما كنلاحظوا بن عمر كاين تقدم للاعب خيسوس منصوغ على الجهه اليمنى، وتحول اللاعب الهواجي الى قلب يعني راس حربه.
ضربة مرمى لصالح فريق عمل بالقصيري، كرة في الجهة اليمنى تعود إلى حارس المرمى. لعبات الحارس حاتم البقالي، حاتم مع اللاعب زهير الدحماني، زهير الدحماني محمد حجيوي، شبا الدحماني، شبا خلاها اللاعب عباسي، غير الاتجاه البومعزة، تمريرة داخل المعترك خطيرة. يعني نعتذر متابعينا الأعزاء، لقطة يعني طريفة، المهاجم فريق عمل بالقصيري لاعب ياسين فخار اللي كانت وضعية مناسبة لافتتاح التسجيل، ولكن مشى بدل ما يضرب الكرة ضربت فيه. بالفعل زميلي محمد بن عمار، تعود الكرة في الجهة اليسرى إلى أيوب الوفدي، إلى أحمد مرشوح المنضم في الشوط الثاني لتشكيلة الهلال الرياضي الناظوري. تعود الكرة للقرناوي يحافظ على كرته ولكن تقطع، تعود لفائدة فريق عمل بالقصيري خطيرة من الجهة اليسرى. محمد المدني الوردي أخطأ عنصر في عمل بالقصير. بالفعل يعني عمل بالقصير يبدو أنه أخطر في الشوط الثاني على عكس الشوط الأول الذي كانت هناك محاولات كثيفة للهلال الرياضي الناظوري لم تتوج إلى أهداف. تعود الكرة ضربة مرمى لصالح هلال الناظور، يوسف بوحو في التنفيذ. هل سيقوم الهلال بالتسجيل في هذا الشوط أم ستكون الغلبة لفائدة عمل بالقصيري؟ خطأ على خيسوس مانسوغو. كرة للتنفيذ، أحمد مرشوح في اتجاه كرة، تعود إلى هناك خطأ على القرناوي، ضربة خطأ لصالح هلال الناظور في هذه اللحظات من الشوط الثاني. دائما النتيجة متعادلة صفر لمثله. القرناوي ينفذ، يمرر إلى المليحي، إلى الجعداوي، ما زالت الكرة إلى المليحي إلى الجهة اليمنى، مرفوعة خطيرة ولكن تعود الكرة لفائدة الدعلي. ماذا سيفعل؟ يتعثر الدعلي وتعود الكرة لفائدة أو يستعيد الكرة. لا تزال الكرة داخل أرضية الميدان لكن تخرج تماس لفائدة الهلال الرياضي الناظوري. أيوب الوفدي في التنفيذ، أحمد مرشوح يتمكن من الكرة، يمرر لأيوب الزاهر، إلى الجعداوي، والمليحي جميلة من المليحي ولكن تقطع من دفاع عمل بالقصيري. زميلي محمد بن عمار، هناك خطأ لصالح فريق عمل بالقصيري. يعني ولا يعني هناك يعني ولا تمريره صحيحه من اجنحه فريق هلال الرياضي الناظوري في العمق. يعني الخصوص باقي ما وصلتوش كره في الجولات الثانيه. الزميل عادل السلامي، يعني شفنا ان الايقاع ديال المباراه اقل من المتوسط. يعني واش اللاعبين ما كيفكروش انهم يضمنوا المكانه ديالهم في المواسم، في الموسم المقبل؟ يعني ما كنشوفوش ان هناك رغبه للفريقين في انتزاع نقاط المباراه. صحيح صديقي معنا مار، كما اشرت يعني الريتم المقابله بطيء نوعا ما، ما شفناش الشيء الكثير صراحه لا في الشوط الاول ولا في البدايه ديال هذا الشوط الثاني. يعني كنا كننتظروا ان الشوط الثاني يكون اكثر ديناميكيه، اكثر حركيه واكثر نشاط صراحه، من خصوصا من الجانب الهلالي. لكن ربما ان ظروف المقابله كما اشرت، لان الفريق الان فريق هلال الناظور لم يعد ينافس بعد خروجه يعني من السباق ديال الصعود بفعل النتائج الاخيره، ربما هذا الشيء اللي رخض ديالو على هذه المقابله. وشفنا يعني الريتم لا بالنسبه للهلال الناظور ولا بالنسبه للفريق الضيف عمل بالقصيري. كما اشرت صديقي محمد عمار في البدايه ديال المقابله، قلت بان مجموعه من اللاعبين ربما سيغادرون
يعني الكتيبة الهلالية في الموسم المقبل. ولكن يعني كما قلنا مجموعة من اللاعبين يفرضوا نفسهم، يعني لا ضير أنك تبين على واحد المستوى كبير باش تحافظ على المكانة ديالك للموسم المقبل. يعني صراحة الهلال يحتاج إلى ضخ دماء جديدة. نتمنى إن شاء الله أن المكتب المسير مع العارضة الفنية الجديدة نقدروا نشوفوا مدرب جديد، وربما يتم يعني الاحتفاظ بالسي نجيم بنجمة. ما عرفتش صراحة الوضعية القانونية ديال السي نجيم بنجمة حيت كنشوفوه خارج الميدان. نعم باقي ما عندوش يعني لا ليسونس أو الرخصة ديال تواجده مع دكات الاحتياط. ما عرفناش صراحة التوجه ديال المكتب المسير والمكتب المديري للهلال فين غادي يمشي، واش غادي يحتفظ بنجيم بنجمة غادي يكالي فيه او غيجيبوا مدرب جديد. هذا الشيء اللي غادي يصير. الهدف الاول لهلال النضور، الهدف الاول لهلال النضور. التمريرات ديال الدعلي قرناوي رشيد يسجل اولى الاهداف لفريق الهلال الرياضي النضوري. دقيقة 14 كتجيب الهدف الأول والتقدم لهلال النضور من توقيع اللاعب رشيد القرناوي. استغل طبعا يعني الفوة الدفاعية التمريرة ديال الدعلي جات أمام رجل القرناوي اللي حطها في المرمى ديال حارس حاتم البقالي. بالفعل هناك تغيير على مستوى نتيجة المباراة. هلال النضور هدف للصفر. تعود الكرة للهواجي، الهواجي يمرر إلى الدعلي، الدعلي على الجهة اليسرى يمرر. ماذا سيفعل أيوب الزاهر؟ أمامية في الجهة اليمنى إلى المليحية، المليحي يعيد الكرة إلى الجعداوي، الجعداوي وسط الميدان. كرة هلالية في هذه اللحظات، تقدم الهلال 1-0 ولا يزال الهلال يبحث على هدف ثاني لتأمين النتيجة. أحمد مرشوح أول قرناوي، قرناوي مسجل الهدف الأول للهلال. كرة من الجهة اليمنى إلى من المليحي، جميلة من في اتجاه الجعداوي، الجعداوي ماذا سيفعل؟ وتخرج الركنية لفائدة الهلال الرياضية النضورية. يعني الهلال النضور بدا يتحرك وبدا اكثر فعاليه. الدخول ديال مرشوح في وسط الميدان يعني عطى واحد الاضافه قويه لفريق الهلال الرياضي النضوري. وكيف لا، ومحمد مرشوح من اللاعبين الاساسيين والمهمين في التركيبه البشريه لفريق الهلال الرياضي النضوري. محاوله لفريق عمل بالقصير لبناء الهجوم امام طبعا الدفاع المتقدم لفريق الهلال الرياضي النضوري. شبه مشى لدياره، دياره غيلعبها مع عباسي، عباسي ضاعت استرجعها اللاعب الدعلي، ما تمكنش منها الدعلي للاعب زهير الدحماني. زهير الدحماني اللاعب محمد الحجوي مازال محافظ على الكره مع اللاعب الدعلي. تغطيه جيده من اللاعب او ايوب الظاهر. دخل اللاعب القرناوي بعد الكره التماس، تماس لصالح فريق عمل بالقصيري. تنفيذ اللاعب محمد حجوي. المباراة اللي كيغيب عليها كل من محمد الماحي وأيوب الكنفاوي. تلعبات الكرة محمد حجوي، أيوب الظاهر، أيوب الوفدي داخل معترك ديارة، كيجي أيوب الظاهر يبعد الكرة. دائما صراع في وسط الميدان على الكرة. خيسوس مع بومعزة، خيسوس في وسط الميدان، خيسوس التمريرة للدعلي، الدعلي هناك لمسة يد، الحكم خلى الأفضلية مشى الدعلي، خطيرة لفريق الهلال الرياضي النضوري. تدخل حارس الدعلي، ما مررش، كان هناك لاعب الهواجي كيطلب الكرة في الجهة اليمنى. كاين الدعلي فضل يكمل الهجمة. كاين الحكم خلى الأفضلية محمد. خلى الأفضلية بطبيعة الحال. خرجت الكرة للركنية لفائدة الهلال الرياضي. يعني من مبدأ الأفضلية أنه يخلي الأفضلية الحكم، أحسن حاجة دار الحكم. الدعلي. إذا الدعلي غيلعب الكرة.
الركنية لفريق الهلال الرياضي الناظور. الدعلي كيرفع كرة طويلة في اتجاه القرناوي، ما وصلتش القرناوي، لا تزال الكرة خرجت 55 أو ركنية قال الحكم، ركنية للهلال. الحكم شاف أن هناك ركنية. احنا يعني بكل من التحق بنا في هذا البث المباشر في الشوط الثاني، ونقول لمن يأتي إلى صفحة الرياضية ويبحث عن شيء آخر فلا تجد هنا إلى الرياضة وخطيرة من الهلال. معليش يا القرناوي مقصية، القرناوي يحاول أن يضيف الثاني. برافو رشيد، لاعب متميز ومن اللاعبين اللي تكون عندهم مسيرة طويلة مع فريق الهلال الرياضي الناظوري. رشيد القرناوي دائما يتألق، رشيد القرناوي يقدم يعني المستويات كبيرة. لأن ضربة مرمى لصالح فريق عمل بالقصيري، وكما قلت نحن في صفحة رياضية وأنت الذي تأتي إلى الصفحة الرياضية لتتحدث عن شيء آخر، فمكانك ليس هنا يا صديقي، اذهب إلى مكان آخر وتحدث عن ذلك، اذهب إلى ملفك الشخصي وتحدث عن ما تريد، لا أحد سيمنعك. كرة، هناك تغييرات على مستوى فريق عمل بالقصيري، دخول اللاعب رقم 11 وخروج كل من اللاعبين رقم 7 و 27. إذا التغييرات في صفوف فريق لاعب عمل بالقصيري، خروج سفيان المدني واللاعب محمد المدني وياسين فخار، ودخول اللاعب المهدي. كرة مقطوعة لفريق الهلال الرياضي الناظوري. الدعلي، الدعلي في وسط الميدان محاصر، رجع الوفدي، الوفدي غير يرفع كرة طويلة بطريقة جيدة جميلة، الوفدي الهواجي ممتاز، اللاعب الوفدي قدم موسم جيد رفقة الهلال الناظور، وطبعا إلى جانب يعني من اللاعبين يعني اللي خص فريق الهلال الرياضي الناظور يحافظ عليهم في الموسم المقبل. إذا الطاهري، يعني الطاهري سين الطاهري يستعد للدخول في انتظار إشارة الحكم لإجراء التبديل والتغيير. إذن بالفعل تغيير على مستوى فريق هلال الناظور، خروج ياسين الجعداوي ودخول ياسين الطاهري، على تغيير يعني على مستوى وسط الميدان. فريق الهلال الرياضي الناظوري متقدم في هذه اللحظات بهدف لصفر على فريق عمل بالقصيري، وتصفيقات جماهيرية وتحية للاعب ياسين الجعداوي على ما قدمه في الشوط الأول والدقائق التي لعبها في الشوط الثاني. يعني خطأ ينفذ إلى الأمام لفائدة فريق عمل بالقصيري، تعود الكرة من المليحي، يخرج الكرة ولا تزال داخل أرضية الميدان. بالفعل خرجت تماس لفائدة فريق عمل بالقصيري من الجهة اليسرى، ينفذ، عودة في الدفاع، خيسوس منسوغو يحاول الضغط على حامل الكرة، كرة في وسط ميدان أو في دفاع فريق عمل بالقصيري، تتحول إلى الجهة اليمنى، تدخل أيوب الزاهر، أيوب الزاهر وأحمد مرشوح، أحمد مرشوح يحاول هجوم خطير للهلال الرياضي الناظوري، أحمد مرشوح ضائعة، هناك بطاقة صفراء على أحمد مرشوح على اللقطة الماضية، بطاقة صفراء، بطاقة صفراء كما قلت على أحمد مرشوح بعد أن أسقط الحارس في اللقطة الماضية، وضربة خطأ لفائدة فريق عمل بالقصيري. اذا جميل يعني كنشاهدوا يعني رئيس فريق وفاق زغنغر السيد هشام حكيم وعبد الرحيم هربال، يعني الرئيسين اللي شدوا يعني المسؤوليه ديال تسيير هذا الموسم الاول، يعني تنصب
كرئيس لفريق وفاق الزغنغان السي حكيم هشام، وايضا عبد الرحيم هربال اللي تم انتخابه رئيس لفريق الهلال الرياضي الناظوري. يعني هاد الشباب هادو كنتمنوا لهم كل التوفيق في المجال ديال التسيير، لا فريق وفاق الزغنغان ولا فريق الهلال الرياضي الناظوري، اللي كنتمنوا يكون عندهم واحد الشان كبير في المواسم المقبله. وطبعا وفاق الزغنغان هذا الموسم لم يسعفوا الحظ لتحقيق الصعود، ولكن المكتب دار خدمه في المستوى. كنتمنوا الناس الجاليه ديال الزغنغان ولا الجاليه ديال الاقليم انه تساهم مع هذا الفريق هذا. وايضا عبد الرحيم هربال الرئيس هلال الناظور والهلالي، يعني هلالي يعني منذ الطفوله، انه خص الدعم ديالو الى جانب المكتب المسير. مشى خيسوس ضربه خيسوس هناك الدعم الهواجي، ضاعت يا الهواجي، معليش يا الهواجي. خيسوس ذكيه جدا من خيسوس، ربما خيسوس كمهاجم احسن من لاعب وسط الورده. يعني لقطه كانت ذكيه جدا، لم يتسرع في الكره، مررها بكل هدوء للهواجي، لكن الحارس قام بالتصدي لهذه الكره الخطيره من الهواجي، وتعود الى ايوب الوفدي الى ايوب الظاهر. ماذا سيفعل؟ وارينا الى الدعلي من احسن لاعبي هذه المباراه. هناك خطأ على ايوب الظاهر. صحيح الوردي، تحيه ايضا فقط تحيه للاعب السابق لهلال الناظور ورئيس جمعيه قدماء الهلال الرياضي الناظوري باوروبا السيد عبد القادر الرئيس. اكيد يوم 27 من هذا الشهر جمعيه قدماء الهلال الرياضي الناظوري بالخارج ستنظم ملتقى يوم 27. كنتمنوا لهم التوفيق في هذا الملتقى، وتحيه لسي عبد القادر ولا السي سفيان الرامي ولكل جمعيه قدماء هلال الناظور لكره القدم باوروبا، والعدسه محمد البشيري على المدربين بن عيسى الصامبا ونجيم بجما، والتعليمات ديالهم للاعبين على رقعه الملعب. هل هناك تغيير ربما لصالح في صفوف فريق مكارا يدخل مكان عباسي، ودخول يونس رحيم ايضا، دخول يونس رحيم. دخول يونس رحيم مكان شبا، اذا التغييرات فريق عمل بلقصيري في انتظار طبعا دخول المدني وابو حموم وياسين من صفوف فريق هلال الرياضي الناظوري. يعني الوردي كنتمنوا من المدرب بن عيسى الصامبا يعطي الفرصه لجميع اللاعبين بعد ان اكتشفوا المستوى ديالهم. فعلا زميلي محمد بن عمر، ولكن النتيجه ليست مطمئنه، يعني 1-0 ما تقدرش تغامر بلاعب غير مجرب او يعني عائد من الاصابه، كتبقى اختيارات للمدرب نحترمها. كرة خطيرة لخيسوس مانسوغو، خيسوس ماذا سيفعل؟ جميلة، معليش لعبة جميلة، كملها بالطريقة الجيدة، ولكن يا أحمد يا أحمد كان بغى يعاود لديك الهدف من وسط الميدان، ولكن هذه المرة من وسط الميدان ماشي بحال هذه المرة من وسط الميدان. تحدثنا قلنا أن دخول أحمد مثل قطعة الشطرنج، يعني كانت قطعة مفقودة في الجولة الأولى. الدخول ديالو عطاوش أخليه للنظر الزميل محمد، غير نعم دخول أحمد مرشوح غير الكثير في وسط الميدان، وكما كنشوفوا يعني حتى أيوب الظهير أعتقد أنه مصاب، وربما سيقدم المدرب على التغيير. لازال كيمسك في الرجل ديالو، أعتقد يتم تغيير أيوب الظهير ربما بمهاجم او ربما غادي يدخل ياسين مكان ربما الطاهري غيتحول وسط هناك، غادي يعني المدرب يقدر يلقى حلول تكتيكيه في الوسط الميدان. تلعبات الركنيه لفريق الناظور، خيسوس يجب يعني اعتماده من الان مهاجم وليس لاعب وسط الميدان. عادل
دخول احمد مرشوح عطى واحد، شفنا ان هلال الرياضي الناظوري تحسن في الدقائق الاخيره من الجوله الثانيه وسجل هدف تقدم. نعم صديقي بعض من عمار، شفنا حتى اللاعب خيسوس اللي تالق الكثير صراحه، قدم مستوى جيد في الشوط الثاني للاعب خيسوس، كان نشيط على المستوى الهجومي وحتى على المستوى الدفاعي، يعني اللاعب خيسوس من اللاعبين اللي عطوا اضافه كبيره للفريق هلال الناظور خلال هذا الموسم. يعني صراحة واجب على المكتب المسير والمكتب المديري لهلال الناظور أن يحافظ على هذا اللاعب، اللاعب خصوص من اللاعبين الممتازين. وحتى يعني الدخول مرشوح كما قلتي أشارتي صديقي محمد بن عمار، عطى واحد الإضافة مزيانة لوسط الميدان ديال الفريق هلال الرياضي الناظوري. يعني في هذه الأثناء يعني بعد الهدف، خصوصا بعد الهدف صديقي محمد بن عمار، شفنا تحرك ويعني صراحة توغلات من طرف لاعبي الرياضي الناظوري، كانت محاولات خطيرة إلى كادت أن تعطي صراحة الأهداف لولا يعني يقظة الحارس والدفاع ديال بلقصيري. عودة إلى كزميلي محمد بن عمار. الهواجي الهواجي شغي يعمل معاه اللاعب الدعلي، التمريرة خاطئة في اتجاه اللاعب الدعلي. بالفعل زميلي بن عمار، خيسوس يشكل الخطوره في هجوم الهلال، يعني متحول من مدافع الى مهاجم وشكل خطوره. كره الان تعود الى ليا او كره يعني ضربه خطا لفائده فريق عمل بلقصيري، يعني وسط الميدان الى اللاعب الرقم 2 على الجهه اليمنى يناور، يتقدم اللاعب الذي دخل في الشوط الثاني اللاعب رقم 11، يتحرك بشكل جيد وخطيره خطيره خطيره جدا، ولكن بوحو يوسف في المكان المناسب يتمكن من الكره. الكره من يوسف بوحو اماميه لفائده فريق الهلال الرياضي الناظوري على الجهه اليسرى لفائده فريق عمل بلقصيري. اذا نرجعوا للمقابله متابعينا الاعزاء، كره في وسط الميدان لفريق العمل بلقصيري، ديارة ديارة التمريره، اللاعب مشات لايوب ايوب الوفدي، هناك خطأ لفريق الهلال الرياضي الناظوري، حكم ياسين بكاري أعلن عن خطأ لفريق الهلال الرياضي الناظوري. ايوب الوفدي ايوب الوفدي غيلعب كره طويله في اتجاه ياسين الطاهري، ياسين المالحي الطاهري، تمريره خاطئه مشات لديارة ديارة اللاعب ياسين فخار قطعها اللاعب ايوب، مشات لخيسوس مشات للاعب محمد حجيوي الوفدي استرجع الكره، طاهيري لايوب الوفدي ايوب الوفدي غيرجع الكره لضاعت لايوب الوفدي، مشات الحاتم بقالي حارس مرمى فريق عمل بلقصيري. تعود الكره وسط الميدان لفائده عمل بلقصيري رقم 21 على الجهه اليمنى، يمرر الكره، هناك تسلل واضح، ولو انه تسلل لكن لم يستطع تسجيل الكره، هناك اصابه ايضا على مستوى الحارس يوسف بوحو. إذن كما قلنا في الشوط الثاني دخول كل من أحمد مرشوح
ياسين الطاهيري على مستوى وسط الميدان، ويستعد للدخول كل من الظهيرين ياسين الأزرق والظهير الأيسر يوسف أيت المدني. أعتقد في مكان كل من الوفدي واللاعب المليحي في انتظار ما سيقرره الحكم، وكما قلنا أيضا خروج كل من ياسين الجعداوي والمهاجم عماد أجندوز. هذه كانت تغييرات الشوط الأول في انتظار من سيغادر الميدان في هذه اللحظات. أعتقد كما قلنا يعني بداية أو بداية الشوط الثاني كانت هناك إصابة واضحة على مستوى اللاعب أيوب الزاهر الذي يخرج من الميدان محمولا، نتمنى له الشفاء العاجل. ودخول ياسين الأزرق مكانه في انتظار معرفة كيف يعني كيف ستكون التشكيلة، كيف سيكون تحول تشكيلة المباراة. وخروج أيضا أيوب الوفدي كما توقعنا، ودخول يوسف أيت المدني قادم من فتح الناظور. تصفيقات جماهيرية للاعب أيوب الوفدي، أحسن صفقات الهلال هذا الموسم. الظهير الأيسر كرة أمامية في اتجاه عماد الدعلي، عماد الدعلي لم يتمكن من الكرة، تقطع من مدافع فريق عمل بلقصيري أمامية، تعود لفائدة ياسين أيت المدني في أول لمسة للكرة اتجاه الحارس، والحارس يرفع كرة أمامية اتجاه الدعلي، الدعلي لم تصل الكرة إلى يوسف الهواجي، تعود لحراسة حارس مرمى عمل بالقصيري. دائما النتيجة 1-0 لفائدة الهلال الرياضي الناظوري، هدف من توقيع القرناوي. أمامية في اتجاه ياسين الأزرق، نلاحظ أن ياسين الأزرق وهو ظهير أيمن نشاهد أنه يتواجد في الهجوم، يعني ربما هي اختيارات تكتيكية من المدرب ومساعده. خطأ على خيسوس مانسوغو في انتظار معرفة المركز الذي سيلعبه بالضبط ياسين الأزرق، أعتقد أنه سيلعب كجناح جناح أيمن، ومركزه الرئيسي هو الظهير الأيمن، ولكن أعتقد سيلعب في هذه المباراة كجناح. إذن ضربة مرمى وإصابة للحارس، الحارس يوسف بوحو، والحكم يبدو أنه سيعطيه بطاقة صفراء لتضييع الوقت، وسيكتفي بإنذار شفوي. لكن إنذار على الحارس يوسف بوحو زميلي بوحو دولا. نعم هناك إنذار على بوحو، شاف الحكم أن هناك إنذار. طبعا جمهور قليل ليتابع هذه المواجهة بين فريق هلال الناظور وعمل بالقصيري، اللي دائما فريق هلال الناظور متقدم بهدف رشيد القرناوي. 35 دقيقة من عمر الجولة الثانية، والأكيد فريق هلال الناظور استكمل كل التغييرات اللازمة باستثناء حمزة كولي ومحسن بن قضاد، في غياب طبعا محمد الماحي وأيوب الكنفاوي. توقف المباراة، تعطى الإسعافات للحارس ياسين يوسف بوح. لا زال هناك تغيير واحد يمكن ان يقدم عليه المدرب، خصوصا ان تغيير اللاعب احمد مرشوح جاء في التوقف بين الشوطين، يعني لا يعني هي اللائحه اللي اعتمدها المدرب بن عيسى صامبا. اخي محمد، اربع لاعبين احتياطيين. كولي
لن يعود. تستأنف المقابلة في جولتها الثانية بعد يعني الإصابة ديال بوحو. 37 دقيقة ضربة مرمى غتلعب بسيطة الملاح. إبراهيم غيرفع كرة طويلة في اتجاه وسط الميدان الهواجي. الهواجي مع بومعزة قطع الكرة، مرشوح كيسترجع الكرة. خيسوس اسماعيل او ياسين تقطع الكرة تعود لفائدة فريق عمل بالقصير من الجهة اليمنى. اللاعب رقم 23 لكن نعم تمريرة صحيحة. اللاعب 11 وهذا اللاعب 11 صراحة لاعب متحرك جدا، يعني دخل في الشوط الثاني قدم الإضافة لهجوم وسط الميدان فريق عمل بالقصيري. تماس لفائدة الفريق الضيف. لعب الدقيقة 38 غياب أيضا الأيوبي، كنت نسيت الوردي. نعم غياب أيضا الأيوبي ليوبي. بالفعل كرة القرناوي يخرج الكرة. عود وسط الميدان ياسين الطهيري يتمكن من الكرة. ياسين الأزرق كرة بدون عنوان تعود لدفاعات فريق عمل بالقصيري. كرة من الجهة اليسرى. محاولة لفريق عمل بالقصيري كيدخل رشيد القرناوي. هناك خطأ لصالح هلال ناظور. رشيد القرناوي يعني علامة استفهام زميلي عادل السلمي، علامة استفهام على مجموعة من الانتدابات لفريق الهلال الرياضي الناظوري في الانتدابات الشتوية. يعني ما غاديش نذكر الأسماء، ولكن ما أشاهده في الملعب إلى إضافة إلى الأيوبي اللي ما استفدتش منه الفريق، وأيضا غياب بحار، يعني هناك علامة استفهام عادل. وأيضا أنه الفريق رفض التوقيع لكمال بن العربي اللي وأيضا صرح سليمان السقلي اللي اليوم عطى واحد المستوى كبير وكبير جدا مع فريق الفتح الرياضي الناظوري. ها مصائب قوم عند قوم فوائد. هيك هيك صحيح صديقي بن العمار، نتمناو من يعني المكتب المسير لفريق الناظوري انه يستفد من مثل هذه الاشياء. كما قلت سابقا صديقي بن العمار، يعني مجموعه من اللاعبين غادي يمشيو في النهايه ديال الموسم، يعني غادي يكون تغيير جذري في فريق الهلال الرياضي الناظوري بحكم شفنا المقابله سورتو يعني المقابله ديال الفاس اللي كانت نقطة التحول لهذا الموسم صراحة. يعني شفنا أداء لم يكن يبشر بالخير، شفنا مجموعة من التهاون صراحة في تلك المقابلة، ولكن هاد الأشياء كتوقع في كرة القدم هي يعني كما كنقولوا كبوة حصان بالنسبة لفريق الهلال الناظوري. يعني وجب يعني الاستفادة من هاد الأشياء اللي وقعت في منتصف هذا الموسم باش يعني الفريق يرجع للسكه ديالو الصحيحه. يعني العام المقبل ان شاء الله غادي يكون عام ديال المنافسه على الصعود بقوه صديقي محمد بن عمار. صحيح. جميله من ياسين الطهيري مع احمد مرشوح، يعني هناك تفاهم كبير بين هذين اللاعبين. كره عايده ايمد الدعلي من الجهه اليسرى تخرج تماس لفائده هلال الناظور. تماس لهلال الناظور. يوسف ايت المدني في التنفيذ اماميه الى من الى الدعلي او الهواجي تعود الكره جميله من ياسين الطاهري. سفيان ايت المدني يتوغل لكن تماس لفائده اخرج الكره تماس لفائده فريق عمل بالقصيري ينفذ بسرعه. كره وسط الميدان تتحول الى الجهه اليسرى اماميه. محاولات لفريق عمل بالقصيري للعودة في النتيجة والخروج بنقطة من هذه المباراة. أمامية من الجهة اليمنى يوسف ينايت المدني في المكان المناسب يقطع الكرة. عماد الدعلي أحمد مرشوح الدعلي مرة أخرى. عماد الدعلي هناك خطأ على عماد الدعلي يقول حكم المباراة. 41 دقيقة دائما تقدم الهلال الرياضي الناظوري بهدف لصفر، هدف رشيد القرناوي في الجولة الثانية. ثلاثة دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة متوقفة. هلال الناظور يسير إلى تحقيق ثلاث نقاط الفوز
كرة للتنفيذ سفيان ايت المدني الظهير الايسر للهلال أمامية في اتجاه ياسين الازرق. ياسين الازرق يتمكن من الكرة، لا تزال الكرة عند ياسين الازرق الذي يلعب كجناح ايمن في هذه المباراة. تعود الكرة مع ياسين الطهيري، ياسين الطهيري، ياسين الطهيري، ياسين الازرق، كرة الدعلي، الدعلي يفقد كرته وتعود لفائدة فريق عمل بالقصيري زميلي محمد بن عمر. خطأ لصالح فريق عمل بالقصيري. طبعا اللي كيتواجد في الاحتياط رفقة الفريق بلال القاصد حارس سابق لهلال الناظور وفتح الناظور. فعل حارس الذي لعب مع الهلال مرحلة الذهاب وتواجد أيضا في حراسة مرمى وفي احتياط حراسة مرمى الهلال سفيان أو محسن بالقضاد الذي لعب في مرحلة الذهاب مع فريق عمل بالقصير. يعني اللاعبين الحارسين اللذين كانا يتواجدان في المباراة السابقة يتواجدان الآن على احتياط الفريق المنافس. صحيح سميل محمد الوردي. نقترب من نهاية الوقت الأصلي. كرة لفريق عمل بالقصيري، الفريق اللي طبعا غيلعب في آخر دقائق يحاول أنه يرجع في المباراة. هناك خطأ قريب لعمل بالقصيري. خطأ في الدقيقة 45، فريد دقيقة 5، خطأ في الدقيقة 45 من عمر الجولة الثانية. كان لعبوا 90 دقيقة متابعينا الأعزاء من المقابلة. ربما الحكم يضيف 3 إلى 4 دقائق. زميلي بالعمارة دقيقة 90 محاولة ليف بواسطة المدني كيدخل مسجل الهدف الوحيد القرناوي وبعيد الكرة والخطورة. تحول الكرة لفائدة فريق عمل بالقصيري أمامية من الحارس تقطع من المليحي تعود بالجهة اليمنى. ياسين الطهيري أمام الكرة، كرة لفريق بالقصيري يبحث في هذه الدقيقة الأخيرة على تعديل النتيجة. دائما هلال الناظور 1-0 نلعب الدقيقة الأولى كوقت بدل ضائع بعد استيفاء الوقت الكامل للمباراة. 90 دقيقة انتهت. خيسوس ماسوغو هناك خطأ يعلن عنه الحكم على اللاعب ياسين الأزرق. خطأ لفريق عمل بالقصيري. كان لعبوا 46 دقيقة، الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع انتهت. خطأ لعمل بالقصيري اللي غادي يحاول ربما محمد من رفع الإيقاع خصوصا في هذا الوقت الضائع أنه يعود في المقابل. خطأ لفريق عمل بالقصيري. كل لاعبي فريق عمل بالقصيري في منطقة جزاء هلال الناظور كترفع كرة خروج صحيح للحارس بوحو. برافو بوحو في المكان المناسب. مرت سلامات هذه اللقطة الأخيرة نتمناها الأخيرة لتنتهي هذه المباراة بتفوق الهلال والحصول على النقاط 3. حكم المباراة يقول خطأ، خطأ ضد فريق هلال الناظور لصالح فريق الضيف. الحارس يحاول تنفيذ الكرة بسرعة. عماد الدعلي مرتكب هذا الخطأ. آخر لحظات المباراة دائما هلال الناظور 1-0. نلعب آخر ثواني. الكرة تنفذ وتقطع من ياسين الزرق. دعلي بطريقة جميلة يراوغ مشاد دعلي
محاولة فريق هلال الناظور داخل محاولة الدقيقة 47 الدعلي محافظ على الكرة إن شاء الله. جميلة من الدعلي. المرشوح خيسوس خيسوس لعبها مع القرناوي القرناوي المالحي المالحي جا في الجهة اليمنى تعات المالحي شات لاعبي فريق عمال بالقصيري ربما اخر المحاولات كان لعبوا 48 3 دقائق اللي لعبنا من الوقت البادل الضائع كره لفريق عمال بالقصيري في الجهه اليمنى مرشوح في التغطيه داست الكره اللاعب بومعزه بومعزه خطيره الدياره الخطوره القرناوي يمكن القول ان القرناوي الاحسن لاعب في هذه المقابله. بالفعل الى جانب الدعلي ايضا، الدعلي كان متالق جدا في هذه المباراه، عماد الدعلي و القرناوي، القرناوي ولكن القرناوي كان حاسم كان حاسم سجلوا سجلوا وانقذ. نعم هناك تغيير ايضا في هذه اللحظات ربما فقط لتعبئه على وقت دخول محمد بوحموم وعماد الدعلي. القرناوي ينقذ والدعلي يهاجم. هيج هجمه مضاده لفائده هلال الناظور ولكن الدعلي قوسنا عليه يا اخوي برنامه. يلغي تخرج تماس لفائده الهلال الرياضي الناظور. نلعب اخر لحظات هذه المباراه. دخول محمد بوحموم مكان من مكان من في انتظار معرفة اللاعب الذي سيخرج. عماد الدعلي نعم يخرج عماد الدعلي ويدخل محمد بوحموم. عماد الدعلي قدم مباراة جيدة جدا. الجماهير تقوم بتحيته على الأداء الجيد. هجمة هلالية من الجهة اليسرى الهواجي هواجي يضغط وتخرج الكرة تماس لفائدة فريق عمل بالقصيري. نعم محمد الوردي كان لعبوا ربما الدقيقة الثالثة ربما 49 50 5 دقائق اللي ضاف الحكم. ربما الحكم ينظر إلى الساعة يقدر تكون هذه هي الكرة الأخيرة في هذا اللقاء لفريق عمل بالقصيري. فعل مرور 5 دقائق على نهاية المباراة يعني 5 دقائق وقت ضائع. شحال ضاف ديال الوقت؟ المشكل ما كاينش حكم الربيع بحال القسم الوطني يجب تعميم اللوحه ديال اضافه الوقت الضائعه محمد باش حتى حنايا نعرفوا شحال الحكم ضاف ديال الوقت والجمهور يعرف. بالفعل نلعب الدقيقه السادسه الوقت بدل ضائع. دياره مع مكاره اخر محاوله قدفه بعيده اذا ربما الحكم سينهي المباراه أو باقي ما لهاش المباراة. كانت كيطالب من بوحو أنه يشد يهز الكرة. فعلا نلعب الدقيقة السادسة كوقت بدل ضائع ثواني وندخل في الدقيقة السابعة ولا زال حكم المباراة لم يعلن عن نهايتها. الحكم ينظر إلى الساعة تنفيذ ضربة المرمى من المليحي. المليحي ينفذ أمامية في اتجاه ياسين الأزرق. ياسين الأزرق يتمكن من الكرة في اتجاه محمد بوحموم. بوحموم بوحموم ماذا سيفعل؟ هناك خطأ على بوحموم سيدي الحكم لكن الحكم لا يعلن على شيء. تبقى الكرة في الهجوم لا تزال عند فريق عمل بالقصيري. نلعب الدقيقة السابعة كوقت بدل ضائع والحكم لا يعلن عن نهاية هذه المباراة. عجبته المباراة بالفعل كاين أداء يعني كاننا نلعب في المونديال يعني اللي يطبق قانون زياده كان كان كون 10 دقائق يعني محمد الا ناقش يعني بال يعني ان كان هناك بزاف ديال بالفعل كان هناك توقف ولكن ماشي حتى ما كنلعبوش بقانون الجديد ديال الفيفا يعني 7 دقائق وقت كبير جدا طويل يعني ماشي حتى لهالدرجه. معليش على اي الحكم خروج حارس المرمى خطيره على أين محمد الوردي الحكم ياسين بكاري وطاقم ديالو قدموا مقابله في المستوى من الحكم
والطاقم ديالو، ولكن اعتقد ان الوقت المضاف مبالغ فيه. هجمه هلاليه في هذه اللحظات من ياسين الازرق، ياسين الازرق يتمكن من الكره الراسيه تعود الجهه اليسرى لفائده فريق عمل بلقصيري. نلعب ربما الدقيقه الثامنه كوقت بدل ضائع، لا تزال المباراه جاريه. الحكم لا ينظر. نعم 8 دقائق محمد، ربما اضاف 10 دقائق، كنحس انه اضاف 10 دقائق. الحكم ربما يستمتع بالمباراه، داك الشيء علاش ما بغاش يصفر. كره طويله والكل يطالب الحكم بانهاء المباراه محمد هنا بالمدرج. الحكم ينظر الى الساعه لكن لا يعلن عن نهايه هذه المباراه، لا اعرف ماذا ينتظر. اعتقد ان اللاعب هجمه من فريق عمل بلقصيري، تقطع الكره جميله من الطاهيري، ضربه مرمى لفائده هلال. الحكم غيمشي صفر لنهايه المقابله، ربما الحكم يريد 9 دقائق ان يقرب وقت مباراه الريال صحيح محمد يعني بعد ساعتين من الان مواجهه يعني النهايه قبل الاوان بين مانشستر سيتي وريال مدريد، اكيد غتكون تحظى بمشاهده كبيره على غرار ما حدث في مباراه الذهاب. وصل هذه المباراه على ما يدوش يمشي يتفرج اكيد. اذا فادتنا، حكم يعلن على نهايه المواجهه بفوز فريق الهلال الرياضي النظري بهدف لصفر، سجله رشيد القرنوي في الدقيقه 65 من عمر المباراه. إذا متابعينا الأعزاء شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم بحول الله. شكرا محمد الوردي، شكرا عادل السلامي، شكرا محمد البشيري، وتحية طبعا لمدير النشر محمد زريوح. إذا إلى اللقاء لكم جميعا إن شاء الله، أوقات طيبة. ربما لقاؤنا يتجدد ابتداء من السبت المقبل، ربما المباراة المقبلة غتكون لفريق وفاق زغنغان مباشرة على سبورت نادور. إلى اللقاء.